يا نهار اسود ومليل ب 600 نيله، ده ايه اللي بيعملوه ده؟ بيسحروا للحاج، عايزين يربطوه معاهم وبس عشان يكرهني ويبعد عني وينساني. معقول هما بيفكروا كده؟ ايوه يا حاج، شفت بيعملوا ايه وانا بعمل ايه؟ شفت اللي بيعمله الخير واللي بيعمله اعمال؟ انا قلت بصراحه شاهدك واقول لك، ما قدرتش اسكت لحد ما يرجع الحاج، بصراحه كنت هطق من جنابي. ادي بنت اخوك ودي اللي عامله نفسها بتاعه ربنا، الاثنين حطوا ايديهم في ايدين بعض عايزين ينطروني ويبرطعوا هم في خير الحاج. بس يا بنت افصلي شويه، ايه بندقيه قالي ونازله رش؟ عاجبك اللي عملوه ده يا حاج؟ هو بصراحه اللي عاجبني قوي 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 دماغك السم دي. انا برضو يا حاج. ايوه انت يا حاج. انت يا بنت صورت الحاجات دي ازاي؟ بطريقتي ولعلمك بقى نشرتها على يوتيوب. على ايه؟ على يوتيوب. ده بيتاكل ولا بيشرب؟ حياتي مش حاسس انه هاليومين قطعوا بسرعه. هو انت الواحد ممكن يحس معاكي بحاجه يا مولانا؟ مش عم بقولك انت بتجنن. معقولة السعادة ممكن يبقى ليها كذا وش؟ مش عم بفهم عليك. يعني ممكن تعمل نفس الحاجة هي هي بس تحس إحساس سعادة مختلف. سبحان الله. لا في أشياء كتير لازم أعرفها، خبرني حبيبي شو في. يا حبيبتي ما تتخضيش قوي كده ولا حاجة. أنا اللي مستغرب له إني بقالي كتير قوي ما حسيتش الإحساس ده. هيدا حبيبي لأنه أنت مدفون جوا شغلك بين الشغالين والمحلات، بس بوعدك من اليوم ورايح رح نعيش عيشة كتير حلوة، عيشة أوروبية. شغل شغل بس بالفرص بدنا نروح نتفسح ونبرم العالم كله. طب ما تقولي الكلام بقى ده لأبوكي. ده شو بوبي؟ جايب لي الناس بتوع فرصة العمر اللي خاوت دماغي بيهم من يوم ما عرفته وقاعدين تحت وقال لازم أنزل أقابلهم. طب فرصة حلوة ليه ما بتنزلهم؟ في شهر العسل؟ ايه في شهر العسل، ما عم بقول لك فرصه حلوه. ما كان من شويه الشغل شغل وطريقه اوروبيه والاجازه ونكسدر ونبرم. ايه طيب حبيبي، ما انا بهمني مصلحتك كمان. يا حبيبتي اصيله اصيله. يعني صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. صباح الفل. صباح الخير يا شحاتة. صباح النور يا حاج. كويس؟ تمام يا حاج. مالك؟ ابدا يا حاج مفيش. اهلا اهلا يا حاج، معلش هناخد لك شويه من العروس لانه الجماعه ناطرينك صار لهم اكتر من ساعه. يا عم انا مش عارف انت حامل ليه على الشغل كده، ما تسيبني رايح شويه يا جدع، انا لسه عريس. احنا متفقين انه في بعض الفرص ما لازم تضيع من ايدنا. ماشي يلا شحاته. يلا شحاته. وسع يا عم توا، وسع وسع. خليك جنب الاسانسير. فضل يا جوز بنتي. حتى كمان هنا حد. رجل الاعمال المصمم العالمي فواز الصياد، مستر جورج بيتر من اكبر مستوردي الازياء الشرقيه في العالم. حصلت البركة. ماي بارتنر شريكي مروان صبري. اهلا وسهلا. نورت بيروت بقدومك حاج فواز. منوره باهلها. اند مسز ساره برنار مديره التسويق في الفاشن وورلد. هاي. نو تاتش سوري. لا ما بيسلمش. تقول لك علي ارهابي دلوقتي. ام سو سوري ماي ليدي. الحاج فواز على وضوء عشان الصلاه. تفضل. شوف مستر فواز، نحن بدون ما ندخل المقدمات بدنا ناخد منك شغل لنعرضه بجنوب شرق آسيا وبدول أوروبية كمان، وهيدا حيفتح لنا سوق جديد. والأسعار؟ الحج التاجر وبيحب يعرف شو الأسعار. مينيموم 3 أضعاف من اللي بتكسبه عندك بمصر. واو، معقولة 3 أضعاف؟ يا حاج انا قلت لك هيدي صفقة العمر. شو رأيك يا مروان؟ والله انا بشوف ان الحاج فواز بده يحط ايده على كل التفاصيل. اكيد، بس لازم نعرف اولا رأيه المبدئي. كلام حلو.
كلام حلو جدا. يعني موافق مبدئيا؟ يا راجل، هو حد يقدر يرفض عرض مغري زي ده؟ عظيم. يعني بنخلص معنا الاتفاقية اليوم؟ أنا بس عايز أسأل سؤال. شو هالسؤال؟ ما تسيبني بقى أسألهم يا حماية بقى، خليني مني ليهم كده. اتفضل يا حاج. العرض مغري مغري مغري. إنما إيه المقابل؟ مقابل؟ يعني أكيد هيبقى فيه عقود وفيها شروط معينة. أكيد يا حاج، هو في عقد بدون شروط؟ طب ما تسيبنا اسمع منهم يا حماية. أكيد في شروط يا حاج. حلو، أنا عايز أعرف بقى إيه الشرط اللي ما فيهوش تفاوض؟ وإزاي عرفت أنا بكسب كام عشان تقولي تلات أضعاف؟ بدي أعرف. خير يا حاج، شايفك ساكت وما رديت على الناس اللي بدهم يعملوا معك بزنس. أنا قلت هفكر وأعتقد ده من حقي. بس يا حاج هيدا عرض جميل جدا ورائع، هيدول عرضوا عليك ثلاث أضعاف زباين بدهم بضاعتك بالاسم والماركة. وأنا بقول لك إنه عرض هايل وصعب يترفض طبعا، بس أنا عندي التزامات مع شركات تانية، لازم أشوف إزاي أخرج منها. مش عايز اللي أكسبه من هنا أخسره هناك. أنا شايف إنك اقتنعت يا حاج. العجلة من الشيطان يا حماية، عايزين الصبر منه. نفكر وناخد وقتنا عشان نعرف نكسبها إزاي. يعني هالعملية هيدي لو تمت صح، يا سلام قديش فيها مكاسب. ما هو عشان تتم صح يلزمها وقت وتفكير وتخطيط، وبدل ما الثلاث أضعاف ممكن يبقى أربعة وخمسة كمان. برافو يا صهر، والله شخصيتك بتقول إنك تاجر وابن سوق محنك بجد. تلميذك يا حماية العزيز. طبعاً إذنك هروح وصل الجماعة. فضل. بقولك يا حاج، الراجل ده أنا مش مستريح له، وما تعرفش عمل فيا إيه. ده عارف، وعارف إنك اتنيلت واتدهولت على عينك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ وعرفت منين يا حاج؟ باين على وشك، انت مش شايف؟ وريني. وريني. يا نهار اسود، ايه ده تكنيله فضحتنا. وانما ما عملت حاجه. ما انا عارف انك ما عملتش، ومتاكد كمان. عارف ليه؟ ليه؟ ايه؟ عشان انت خلاص بقيت عينه ابو سميحه. لا. ابو سميحه ولا مش سميحه؟ يا حاج انا ده انا لو دورت هلاقيكم ابو سميحه كمان. طب بقول لك يا حاج، انت ناوي تخش الشغلانه مع الراجل ده؟ انت مالك؟ مالكش دعوه بالحاجات دي، اوعى تتدخل فيها. شحاته، اوعى تتدخل في حاجه ما تخصكش. الله يبارك. انت المطلوب منك تكلمهم في مصر، تقول لهم بكره احنا راجعين ان شاء الله. ايه ده؟ بكره بكره؟ امال بكره امبارح؟ طبعا انت متضايق، وريني متضايق. ابقى اجيبك لوحدك يا شحاته. طب العروسه دي هتعمل فيها ايه؟ ده صوت شحاته ده؟ ما. ده صوت شحاته ده ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حاج فواز، أنا معجب فيك كتير وبتمنى نقرب ونتعرف على بعض أكتر. بعرف إن الوقت منه مناسب لأي حكي. هيدا بيزنس كارد تبعي، في كل اتصالاتي. أتمنى إن يحصل بيناتنا اتصال، في حاجات كتير ممكن نحكي فيها. حصل إن شاء الله. Thank you.
العكاوي بتاعي وما بيردش برضه على موبايله. رغبتي وفتحه ده حتى شحطه ما بيردش. الصبر الصبر يا سميحه والغايب حجيته معايا يا اختي. الحاج وصل الحاج وصل. يا ما انت كريم يا رب الف بركه. يا حبيبي ده وحشني قوي. يا عيني امه تلاقيه جعان وده ما بياكلش اكل الطياره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختي ورحمه الله وبركاته يا اختي. الف حمد لله على كلامك يا حاج. جرى يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش. اتفضلي تعالي يا ماي. تعالي حبيبتي ما تخافيش تعالي اتفضلي. اقدم لكم مايا عروستي الرابعة. الرابعة دوية. يا ابن المجنونة. يا ابن المجنونة هو الواد ده كده على طول دايما واخد الدنيا على الحامي. ما انت عارفه يا حاج ما بيضيعش وقت اكسبريس على طول. والله انا خايف لا يضيع نفسه هو. طبعا وياما قلت له يا ويلك من قرصة الحريق. خلي بالك من نفسك اصلا. في حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوه عبه غير يا حاج بقى واللعب عنده على الكيف. ما هو كيف ده يا ابني هو اللي بيذل صاحبه صدقني. الله ربنا يستر ربنا يستر عليك يا ابني ربنا يستر. قول لي. ايوه حبيبي. ان شاء الله العروسه اللي رايحه دي رايحه وهي عارفه انها واحده من الليستة ولا لسه ما تعرفش؟ مفاجاه كالعاده. ما انت عارفه يا حاج مجنون مجنون. معلش يا كابتن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا رضا امرني يا حاج. تعالى يا ابني شوف الست عايزه ايه. من عيني. كتر خيرك يا حاج انا لسه بنقي. نقي براحتك يا ستي محل محلك. جراي حاج هم دول ستات. امال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي. شفت ايه يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل بره ما اتضربش فيه مفك. نعم حاج. قصدك يعني سوار حلوه؟ يا لهوي يا حاج صواريخ. صواريخ تيجي تيجي عيب بتقولها في وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني تقل ده في مراتك. مراتي يا حاج بقى ما تفكرنيش يا حاج. ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي. الله يعني الواد اللي حجبوه ده هيبقى ابن عمتك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واما تعشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه. والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. قومي وما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش اهلك وناسك. حلوه كله غيره. يا اختي يا اختي يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي والدعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي. ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. يا هدى. يا حاج. السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج. الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده دي بتنطق. حكاية بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهزي الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ طبعا طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ حكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنت مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عنياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه. واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه وده شرع الله.
انا مش عامل حاجه حرام، كل دول مقرطاتي على سنه الله ورسوله، وانا من حقي اتجوز واحده واثنين واربعه، كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقلي هيدا حقي. ولا كمان كان لازم تقولي لي ما ده حقي. معقول راسك فواز انت عم تعمل هيدا مثل هيدا؟ مايا انت ليه مكبره الموضوع؟ لا اله الا الله. لو حسيتي باي تقصير او اي حاجه ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق انك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح اقدر اتقبله. انت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لا. لك انت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك انا؟ حرام عليك. انا عملت ايه؟ انا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وانت وافقتي، ما اظنش اني عملت حاجه غصب عنك. بس انت عم تجبرني على شيء ما راح اقدر اتحمله. مايا اللي مش هقدر استحمله انا واني اشوفك في الحاله اللي انت فيها دي. ما تبصليش كده مايا. حبيبتي انا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك. انت مراتي دلوقتي يا مايا، مراتي، وعمرك ما تحس ان في حاجه ناقصاكي. ودي بالك انت مش اقل من اي واحده فيهم، بالعكس بالعكس بقى، ده انت العروسه اللي جت وخطفتني منهم، يعني المفروض هم اللي يبقوا عاملين كده مش انت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمنيه. شو رواق؟ ايه هنسكت كمان المره دي؟ واحنا في ايدينا ايه نعمله يا سميحه؟ نسود عيشته زي ما بيعملوا في الافلام. يا اختي المثل بيقول يا جوز الاثنين يا قادر يا فاجر، ما بالك جوز الاربعه؟ يكون زي ما يكون، بس نجننه برضه. نجننه؟ لا لا لا، نجننه لا، ده كده يطلقني. يا اختي ما احنا اللي بنديله الفرصه لما كل مره بنسكت وبنهنن الاموره اللي بيجيبها لنا. ما يمكن تزهق ولا ما تقبلش. انت ما شفتيش يا اختي كانت عامله ازاي؟ ولا يمكن هو اللي يزهق؟ يا رب يزهق يا رب. يا بت انت هبله، الحاج فواز مش ساهي، وبعدين مش هيسمح لواحده فيكم انها تقرب منها. ولا انت ما تعرفوش ولا بتستعبطوا عليا؟ طب قولي لنا يا اختي نعمل ايه؟ نكفرها في عيشتها لحد ما تقول حقي برقبتي وتطفش. طب خلاص ارسمي لنا انت الخطه. كله هيدق على دماغك وانت الجوز ان شاء الله. ورحمه امي لنخليها تهجي وتطفش، بس وحياه ابوك انت بلاش وش الملايكه بتاعك ده، خليكي مصحصحه معايا كده. امي امي يا اختي امي، اللي انت هتعمليه انا معاكي فيه. وانت يا انهار، ما هو اصل انا للاسف اني لازم اكون معاكم، ولو اني مش مطمنه ولا مرتاحه. ماشي، نمد ايدينا في ايدين بعض بقى ونقرا الفاتحه على قله الاصل. بيت يا سميح عيب، ده انا اموت في روح الجماعه. اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمني علينا، ده انا فواز. وبعدين يعني هتكون اول مره؟ بس يا ريت تبقى اخر مره عشان انت بقى ترتاح. ادينا ويديك طول العمر يا حاج. نخش بقى في الموضوع، اخبار الشغل ايه؟ المحلات والبيع الفتره اللي كنت مسافر فيها دي؟ لا الحمد لله كله تمام، وزكي عدى عليا وخد كل الحسابات يعرضها عليك في الشركة عشان كمان تشوف الطلبات الناقصة. زي الفل زي الفل. في حوار كده عايز اخد وقتي معاك فيه. حوار ايه؟ صفقة عرضها عليا حماية الجديد. ودي بقى تمن الجوازة ان شاء الله؟ انا عشان كده مرضتش ادي كلمه برضو اقعد معاك واخد مشورتك. انا مش مطمن، ونشوف المصلحه فين. الصفقه دي حلال يا فواز؟ رايحك في ايه؟ انت مش عارف ابنك بقى ولا ايه؟ امال ايه يا ابني اللي مش مطمنك؟ انا هحكي لك وانت احكم. اقعد يا فواز اقعد يا ابني. يا ابني اللي جوه أوامرك يا حاج. مين شاي بسرعة؟ وعندك شاي بوستة سكر بره؟ اللي أنت بتقوله ده يا حاج كلام موزون، وده اللي أنا بفكر أعمله. طب أنت يا فواز ما سألتش نفسك
الناس دي غرضهم ايه؟ ده اللي محيرني يا حاج. يا ابني تحتار ليه؟ ما احنا هنا ماشيين زي الفل اهو. بس شغلنا عدية وانا نفسي اكبره. ايه بس ما يبقاش على حساب اسمك هنا. لا هو اللي انا بفكر فيه ازاي اكسب هنا واكسب هناك. بس بقى لازم تاخد بالك من حاجة يا فارس. المثل بيقول ايه؟ الطمع يلي ما جمع. وانت يا ابني شقيت قوي على ما جمعت اللي انت فيه ده. حرام حرام يا ابني. فكر كويس يا فواز قبل ما تخطي اي خطوة. على العموم برضو دورها في دماغك. دورها لحد الصبح. وفي الشركة نقعد مع مرسي وزكي وندرسها مظبوط. واللي فيه الخير يقدمه لك. يا رب يا ابني يا رب. بقول لك ايه يا فواز؟ انت بقالك كتير ما اتغلبتش مني، ايه رايك في عشرتين دومنا ولا طاوله؟ لا وشوف الدخله، بقالك كتير ما اتغلبتش عشرتين مني. يا حاج انا ورايا عروسه دلوقتي، اعمل معاها ايه دي بقى؟ اوبا ناسي ان وراك ماتش اهم. لا بس ابنك حريف، هاتريك. هاتريك؟ يا خوفي يا خوفي اللي هيزنقوك في خانه اليك بالثلاثه. وحياتك يا وحياتك لاخدهم لك الأربعة خشب. هاتريك. السلام عليكم. سلام يا هاتريك. بلادي ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني اعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسه الجديده خليها تيجي تطفح. قلبك وتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك. وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. غوري من وشي يا زين غوري. ده انتوا عيله تشيلي. عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما راح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطريني جاية معك. تفضل. استني يا ستة افتحي. تفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلحفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. أهلا. استقتلك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده بس خفي شوية. أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حبس حالي بالأوضة، لك خايفة أظهر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك إيه؟ أنت وحشتيني أوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل وحدة منهم؟ ما قلناش اليوم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. وأنت يا أختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحه حبيبتي؟ فين سميحه؟ انا هو يا عليا.
الواد تعبني قوي يا فوز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه حته منه، اصلها بتحبه وبتموت فيه. عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. اه وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انتي مكسوفه ولا ايه؟ دليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انتي في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. والله عليكي انا عامله لك بقى شويه فول مصري، انما ايه عسل يستاهلوا بقك. ودي يا اختي فول، دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقك. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بلعي عصير من خد العصير. قربين الفول يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول؟ لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده مين عسل حاجه. اه كنت نيه برضه. لا لا كده على طول. اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك فعلا. وهو لاهلي كمان شغلين لبالي، عم تقلوا ما حدا عم برد. ما هم جايين بكرة يا بنتي. لا إله إلا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فوزة عن جد كتير. لا إله إلا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، أنا دلوقتي في ثواني هضيع لك الألم ده، وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الأوجاع. اللي بيسمعك بقول إنك عن جد بتحبني فوز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجة. بلاش المية اديها العصير، بلاش الجبنة، بلاش الفل للحج يا ولادي. نهار قلتلي مش فاهم. نهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ نهار والنبي الزعل ما كويس علشان بالذات الليلاتي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبة هنفرجها غسلنا الوسخ على أول مرة. وتطلعي الزرابين يا نهار وانت عارفاها. تسلمني يا أخويا زرابينك تسلمني. تعالي 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 هنا. حطيت لها إيه في الأكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه. مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه. اوعى انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده، وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس لك يا فواز، الحقني يا فواز. ايه حال بنتي يا هاني غلبانه لوحدها في البيت؟ فواز الحقني يا فواز. اشرب Oh!
يلا خد امسك نفسك شويه. الحمد لله. راك يا فواز امسك اشرب دول بالشفا ان شاء الله. يلا الحمد لله. سو ربنا انا فرحان فيك. المهم انت عملت معاهم ايه؟ عامل ايه؟ عملت عبيد طبعا، الكترة تغلب الشجاعة. ايه؟ تمسك نفسك شوية يا فواز. ايوه المثل بيقول من خاب سلم. والنبي ارحمني من امثالك ده يا حاج. صحيح. اخرة خدمة الغز علقة. ايه هتيجي ما تقلقشي. شفت اهي فاجئتنا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاج. نور عايزك يا ده مرسي. هذا حاج خير يا حاج. في ايه؟ اخبار بنتك يا شفا؟ الحمد لله يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع ده علشان صفقه كبيره معروضه على الشركه. اختصار الصفقه دي فيها فلوس كتير واسم الشركه هيترفع فوق. بعد اذن اقطع كلامك يا حاج، هي الصفقه دي عباره عن ايه؟ حلو السؤال. يرحم الله يا حاج. جيب لي برشامه تانيه. ارحمني بقى من البرشام ده والنبي. ارحمنا وارحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعه توكيلات لمجموعه شركات من بره مصر. هياخدوا 70% من انتاجنا السنوي يعرضوه في دول جنوب شرق اسيا وبعض الدول الاوروبيه. باربع اضعاف الثمن. ايوه بس مش 70% من انتاجنا كتير شويه يا حاج؟ وده الكلام اللي انا قلته للحاج يا ابني. بس هي بصراحه صفقه مغريه. ما هو ده اللي مخلينا افكر فيها. يبقى بقى لازم نشتغل عليها ونفصصها كويس قوي. طب ما انا جامعهم النهارده عشان كده. واحنا جاهزين يا حاج. جاهزين ايه يا خناقه ولا ايه؟ اقعد يا ابني اقعد. انا بقول لكم روحوا اضربوا حد. زكي قوموا يا حاج. عايزك تاخد ورق المشروع ده تدرسه صح، القانوني منه، الثغرات والمشاكل، فاهمني؟ 24 ساعة. صعب قوي يا حاج. امال ايه اللي جاهزين وقمنا؟ اعتبره حصل. مرسي وامر حاج. اسامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر، يعني مين اللي يعرفهم في مصر. تهمني قوي دي يا مرسي. ها 48 ساعة تحت امرك يا حاج. كده بقى يا حاج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الراس الكبيره، نخلص ونجيب اخره. حماك العزيز طبعا. انا ورانا غيره. ايه يا ريتنا ما جبنا سيرته. شو اخبارك يا فادية؟ بابا. ايه يا روحي؟ الحقني يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ انا بهدلت بغيابك يا بيي. مين بهدلك يا روحي؟ شوف يلي حصل في مايا. لك شو صار؟ احكم. طلع مجوز ثلاثة غيري يا بيي. ثلاثة؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة وعلى زنته؟ لا لا لا، أنا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا، طلع صياد ماهر وعرف الحطنة بالشبكة بيناتهم كلهم. عجيبة وغريبة. دايما بيذكر ربه وش حادي وراه بالسجادة، وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك، وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 لا، لا شو كان بيكذب علينا وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء. هيدا انسان مش هين يا بيي. يلي فكرنا موسى طلع فرعون. أنا مش رح أقدر أستحمل هالشغلة. لك هيدا مجوز كوارث، هو أو رح يجننوني أو رح يموتوني. لازم شوف لك صرفة معه. روح احكي معه. روح يا جماعة روح، خلينا نفكر بعقل وحكمة. شو بدي روح قله أنت متجوز ثلاثة وبنتي الزوجة الرابعة؟ حيقلي يا سليم بيه الشرع محلل لي أربعة. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبة قلبي يا مايا، ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق. خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. اخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنيه ايه يا روح امك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحده تانيه
ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقوليليش كده، فواز لا يمكن هيطلقها. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشة؟ على ايديكي نقش الحنة؟ يا بنت يا بنت ده انا خايفة عليكي. فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها، انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجة تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي فيهم ويبيعني. ايه الغباوة دي؟ وانت بقى فرحان الاخ معممك ولبسك السلطانيه، وهو مقضيها بالتلاسينة. مالكش دعوه باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي، وما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبه في الجنينيه وعماله تعيطي. في حضن امي يا اخويا بشكلها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا، واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طبطبي عليها يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يقول احمي الانهار عشان ترتاحي. غوري علقتك دحية. ايه الغباوة دي؟ وبعدين الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رمية الكلاب دي؟ قول لي البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة. لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه، مش هتسكت على حقنا إحنا وفلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر، وإحنا شغالين شغلانة سودة، بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي، أسيبه؟ ولا؟ ما تردي يالا. ما تردي بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. عتالين يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال؟ حياة امي ما يحصل ابدا، وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها يا نهار. تصدق انت واد بارد. شوف يا استاذ فهمي، انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع الملف بتاع حضرتك وادرسه من جديد. اكتشفت ايه بقى؟ ادخل. اتفضل يا فندم. شكرا. اتفضل. لا اتفضل يا باشا. شكرا. شكرا يا اسماعيل. اتفضل يا باشا. شد الباب. اتفضل. اكتشفت ايه بقى في ملف حضرتك؟ ان كل الفواتير الموجوده مش مختومه، عشان كده اترفضت، وعشان كده اتحدد لك التقدير الجزافي ده. واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي يا استاذ فهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب يظبط لك الدنيا، انما انا شخصيا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. يا استاذ علي، يا استاذ علي، المبلغ المطلوب ده خراب بيوت، وانا مستعد اعمل اي حاجه بس يخس ويقل شويه معولين. وعلى فكره بقى يا استاذ علي، انا برضو ما بنساش الجميل وعينيا الاتنين ليك. شوف يا استاذ فهمي، لا اقدر اقول لك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. اتفضل بقى من غير ما ترد. الو مين ده؟ مش موجود. عايزه كفته يا ماما. كل اللي قدامك يا نهى. انت بتزعق في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل اللي هي عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست؟ انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان ده يقفل نفوخك بجد. ما تاكلي يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه في سلوانه عشان تخلع. ايه اخلع دي يا حياه؟ هتنقي كلامك امال. والله نقوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه،
انا مش عاوز خناق. وانا مش عاوزه اتخانق. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اطمن عليك، عاوزه اعرف مالك فيك ايه. مخنوق شويه. مني ولا من شغلي يا علي؟ من نفسي يا ستي. ارتحت كده؟ لا، اللي يريحني اني اعرف مالك. عاوزه اطمن عليك يا علي. طمني خالص، انا كويس. الموضوع بس بفكر فيه وشاغلني. الموضوع اياه تاني يا علي؟ ما تبلغ عنهم وتخلص. ربنا يسهل. لا بقى، انا عاوز اعرف انت رايح فين برضو. مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاها. مين ده؟ وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عالية، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجة تانية، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمة علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياة ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوز الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي. هو فواز هيتاخر؟ يا اختي والنبي ما عارفه. من يوم ما اتجوز الجوازه السودا دي ما بقتش عارفه له حاجه، ولا عارفه له مواعيد، ولا عارفه له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم. انت ضايقه عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب صراحة يا أنهار نفسي أشوفها قوي. مش للدرجة دي يعني، دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجة راكبة على بعضها. زينب جد. طب بقول لك إيه، الأصول أقوم أسلم عليها مش كده ولا إيه؟ يا أختي الأصول أكون مصارينها وأريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين أنا عاوزة أشوفها. بونسوار. مين انت؟ انا عميت اخته انا حقيقه اخت فواز. اتشرفنا. ميرسي. تعالي حبيبتي، تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت اوضه ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البنت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياه، مش كده؟ حرام عليك يا واد. انت الاصل يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجي له. ماشي؟ حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا موقوسه. انا عايز اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه؟ هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ انت يخرب بيتك، الوليه قاعده في اوضتها هتسمعك، بالراحه وطي صوتك. ما تولع بجد وشك، انا مالي اساسا؟ الله، يا دي النيله، يا لهوي يامه هتنط. ماشي يا انهار، ماشي. ورحمه امي لا خليه يبات عند الليلادي، وهتشوفي يا بنت هيطق لك عرق يا هبله. طول عمرك تمسك التراب يتحول دهب يا عم الصياد. يا ساتر يا رب، كل اعوذ برب الفلق. عارف يا فواز، كلامك اللي قلته قبل كده شغل بالي قوي. بس انا طول عمري بفكر ازاي الناس ممكن تبقى معاها فلوس كتير قوي كده، اللهم لا حسد طبعا، من غير ما يبقوا حراميه. ما تزعلش مني، انا عارف ان انت حد كويس وانك ماشي بما يرضي الله، عشان كده بسالك. اصل دي دايما الصوره اللي بنشوفها في الافلام وبنقرا عنها في الجرايد. يا عم انا ليا دعوه بافلامك ولا جرايدك، انا مسلمها لله وبشغل مخي وبتمشي. قول لي بقى، انت ازاي قدرت تخلي المصنع مصانع والشركه كبيره؟ يعني باختصار كده، ازاي قدرت تبني كيان الصياد؟ نسلس طول عمرك، نسلس فاكر من وانا صغير. كل سطوح وليه بدروم، وبين الاتنين سلم. انا البدروم بتاعي كان في يوم كنت رايح اجيب اختي حياتي المدرسه، كنت في ثانويه عامه. رحت يومها شفت حاجه بهرتني، شفت بسم الله ما شاء الله
بنات زي القمر، نور طالع من وشهم ولافين بوشوشهم بطرحة وملفوفة حوالين رقبتهم. والعدد ايه؟ سبحان الله قادر على كل شيء. العدد مش عارف عد، مش عارف عد. قلت سبحان الله، البلد دي مرضي عنها، البلد دي مرضي عنها، ما ملهاش حل، ولازم يبقى ليا دور فيها. دور يا معلم؟ انت عرفت ان السكه كده في ركبت السريع وطرد وعامل فيها الشاب الواعظ ولابس الوش دوت؟ الله، اللي انت بتقوله ده فريق. ما تلم نفسك يا وفسح شويه. بردت وهو يا كلمه الحق تقف الزور ولا ايه؟ ربنا يهديك. يمكن في ناس زي ما انت بتقول عندها استعداد تتاجر باي حاجه حتى والعياذ بالله الدين، انما الحمد لله ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، عالم بالنوايا يا فريد. وربنا يهدينا كلنا ويكفينا شر انفسنا. استنى بس يا حد، انت زعلت ولا ايه؟ هو في حد يزعل من فريد؟ يا عم انا عريس جديد ومش ناقص نكد ومنقر على المسا، اخاف على نفسي. طب استنى يا فواز، استنى يا اخي انا جاي معاك. عاجبك كده؟ بقالنا دي قاعدين مع بعض طول ما انا عارف حد، بس ظهر مع الطلبه يا ابن اقعد. الله الله، وانا بسالك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم. ما انا عاوز نقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعده دي كلها ما كانتش على الفاضي. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعال يا ابني، اللي زي عايش يوم هو مستني ساعته. انا مش عاوز اقلق على حياة بنتي. يعني طولت العمر ليك يا حاج. طيب ولا اسر ما هواش دايم صدقني. انا علي عاوز اطمن على حياة بنتي. جرايا يا حاج، انت ليه قلبتها دراما كده؟ وانت فيك حاجه لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشيل من فوق عشان يمسك الحاجه اللي مبقاش طايله. بس انت علي مش محتاج ليه؟ عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لان حياه بنتي مش باصه لابوها ولا باصه لاخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشه ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني فداك عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني. نقعد نتسلى. فواز حبيبي تقبرني ان شاء الله، اشتقت لك كتير كتير يا قلبي، كل النهار دق لك ما بترد علي. شغل بالي حبيبي بيك شي ولا بقول لك؟ تعال نحكي بأوضتنا براحتنا.
يعني ايه حبكت يا نور؟ الليله يا حاج، الليله وهتختار واحده فينا. والله شو، انا العروسه الجديده يا اختي. اوعي شويه كده، قلت ايه يا حاج؟ يا نهار، دي ضيفه عندنا، ضيفه. ماشي، قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله، نهدى خلاص، ما بديهاش بقى. شو هيدا بقى يا ستي؟ على مر العصور والزمن، سلو في عيلة الصياد، لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال، واللي تجاوب على السؤال الصح تبقى هي يا اختي بطلة الليلة. لا 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 لا، انا ما حصني بهيدا كله. تعالي اقف في الصف بدل ما تخش تقددي جوه مع نفسك. ها ها، يلا السؤال الاول. هدى. ايوه يا حاج. الرمانة فيها كام بذرة؟ والنبي يا حاج اسألني سؤال تاني، والنبي. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا هدى، مش ليلتك. سميحة. يجي حوالي يعني كده 485. الرمانة فيها 485 بذرة؟ مش سؤالك يا سميحة، سؤالك كم عدد سكان زنزبار؟ والنبي يا اخويا استعين بصديق. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا سميحة، مش ليلتك. انهار. يا عيني انهار. سؤال سهل، كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء؟ يا اخويا وانا اعرفه في الصيف لما هعرفه في الشتاء. يا خساره مش ليلتك يا انهار. يا خساره. مايا. نعم. النهارده ايه في ايام ربنا؟ تنام. مكتوبالك ومكتوبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه جاي. ايه التأخير ده كله؟ اعمل ايه يا عم؟ ما بالعافيه على ما الراجل صعب الشغل رضي يسيبني، ما كانش عايز. هانت يا شعبان، ركك بس ناخد حقنا في مراسه ابونا وبعد كده تسيبها له بقرفها. بقول لك ايه يا تسوقي، انت شايف ان المشوار ده هيجيب فايده اساسا؟ طبعا. يا ابني مش بيقولوا ازاي على الودان عباره من السحر؟ طب ما احنا ياما زنينا، وكانت ايه النتيجه؟ ان انا وانت كنا هنلبس اسود ونروح في حديد، وهو علم علينا. غبي وجبان يا عم، اطمن اطمن، انا عارف ادخله منين المره دي. اهم حاجه حافظ اللي احنا اتفقنا عليه. حافظ يا عم، تحب اسمع لك؟ لا لا، بسمع قدامه، عايزك كده في التراسينه وراس يا شعبان. والله انا خايف لا يجيب لنا الحكومه المره دي. ادي الايام السوداء اللي انا فيها. يا ابني يا ابني ارحمني، اللي هنعيده هنزيله كل مره ولا ايه؟ ده انت هم الاسود. طب ما تستنى تسوق اخد كوبايه شاي. انت طفي صياد بلاعه، عمال تشرب بيها شاي. ارحمني بقى. والله انا خايف انه ما يرضاش يقابلنا اساسا. اقعد انبر بوزك الفاهر ده غاب، ما تودينا في داهيه. حساب يا ابني. ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ. امسك. ما تخلي يا استاذ. عم امسك. من هنا يا قدامي. قدامي. طيب. سمك السودا دي. يعني ده جزاتي؟ ده جزاتي ان رضيت اقابلكم بعد كل اللي عملتوه؟ وانا اللي فاكر انكم جايين ندمانين وعايزين تصالحوني؟ بصراحه كده يا ابن عمي ما يرضيش ربنا انك تبقى عايش في الياغمه دي كلها، متجوز بدل المره 10 واحنا طافحين الكوته ولينا عندك كتير وما خدناش حاجه منه. انت قاعد لسه مصدق الاسطوانه دي؟ الله، هو الحق بيزعل ولا ايه يا حاج؟ انت بتخن صوتك يا شعبان. انا بقول لحضرتك هو الحق بيزعل يعني يا حاج؟ حق ايه اللي بتتكلموا فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج إحنا مش جايين نقول كلام إحنا قلناه قبل كده. أمال جايين تتكلموا في إيه؟ بصراحة كده يعني إحنا جايين نقول لك إن إحنا راد أصول وعاملين حساب للقرابة وأختنا اللي في بيتك، لكن لو العين دي زاد ما بيننا وما إدناش حقنا يبقى المحاكم ما بيننا وبينك يا فواز. آه،
ومش هتبقى قضية مصنع يا حاج. لا دي قضية حاج وجوازتك تشهد. ده انت طلعت اجمل من شهران يا جدع. هجري عليا انا قصاري ده وحشتكم بقى ولا ايه؟ وحضرتك عايز بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. بس الحقيقة هو دلوقتي مشغول جدا. لو حضرتك حابب ممكن تسيب رقم تليفونك. طيب تسمح تقولي له سليم الاشقر حماك. حماك؟ بره اطلعوا بره واحمدوا ربنا انكم خارجين على رجليكم. يلا المهم اللي يضحك في الاخر يا نجم. قابل في المحكمه يا ابن عمي. يلا يلا بره. هو يا عم الكرافات الحمرا دي؟ هو يا عم الحاج؟ اهلا ستيف بيه. اهلا. ايه شوفي؟ لا لا ولا حاجه. اتفضل اتفضل. استغفر الله العظيم. العيال دي لو جت هنا تاني تطلب لهم العدل. حاضر. تفضل تفضل يا حبيبي. تفضل تفضل يا سليم بيه. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله. انما ايه النور ده؟ نورت الشركة والمكتب. معلش كان لازم افضلك عشان نعرف نتكلم مع بعض براحتنا. انا خايف ما اكون جيت بوقت منه مناسب يا حاج. لا ما تقولش كده بقى، ازعل كده؟ ده احنا اهل وبعدين ده اللي مستنيك. انا قلت لنفسي خليني اترك لك وقت عشان تفكر براحتك. بس انت عجبتني قوي. قول لي ليه؟ ما تقولش يا عم، انا هقول لك. انت عجبتني لما عقلت بنتك مايا وشلت من دماغها حكايه الطلاق دي. ابغض الحلال عند الله الطلاق. الله يفتح عليك. ومين قال لك انها بدها تطلق؟ هي بس اترعبت واتفاجئت وجهها شد عصبي وهيدا من حقها يا حاج. لا لو اترعبت وتفاجئت وجالها شد عصبي ده مقدور عليها، نعالجها. بس انت غلطان يا حاج، غلطان كتير. كان من المفروض انك تقلي انه في ثلاث نسوان غيرها. كنت فهمتها وعقلتها. على ما اعتقد، على ما اعتقد قهوتك مظبوطة صح؟ قهوتي مظبوطة. عسل والله يا سليم. أحلى قهوة مظبوطة لسليم بيه. حالا يا فندم حالا. قهوة مظبوطة عند الحاج بسرعة. حاضر يا أستاذة هناء. خير يا هناء؟ الحاج كان بيتخانق مع أولاد عمه ليه؟ تاني تسوق شعبان؟ ومش كده وبس، دي المصيبة كمان إن حماه كان هنا وسامع وشايف كل حاجة. حماه مين؟ أبو سميحة؟ أبو سميحة إيه؟ لأ ده واحد كده شكله لبناني اسمه سليم الأشقر؟ أيوه هو ده. يا عيني عليك يا حاج، هيلاقيها منين ولا منين؟ دول عايزين يهبشوا من ناحية والراجل ده عايز يهبش من الناحية التانية. وتفتكروا الحاج هيعمل معاه إيه؟ والله بقى إحنا قدمنا له المعلومات اللي هو عايزها وهو عارف مصلحته كويس، هو مش صغير. هو ده أبو العروسة الجديدة مش كده؟ أيوه يا ستي هو. هي لبنانية؟ خليكي في حالك يا هناء وركزي في شغلك. يعني هي عاملة ازاي؟ شكلها ايه يعني؟ زي بتوع الاغاني كده؟ ما انت عارفاه صياد. هو جميل ويتحب بصراحة. ما انت اللي هبلة، ده تكخيبة. حد يتجوز وهو شغال عند الصياد؟ اهو نصيب بقى. ده ربنا نجاها. ده انا عن نفسي خايف لا اشوف مراتي لحد دلوقتي. انت بس حاسمع انا حقيقي. انت معدوم كتير يا حاج. والله انت اللي عسل كتير كتير. لا يا حاج. حط يا عم عبد، حط. تسلم ايديك تسلم ايديك. خدمه ثانيه يا حاج. تسلم يا عم عبد، ربنا يكرمك. اللي فكرت بالعرض اللي قلت لك عنه؟ والله الشغل معاك مكسب يا سليم بيه. يعني وافقت على الشغل معاك؟ انما على الشراكات التانيه دي مقلقه كده. ماني فاهم شو يعني. اشرب قهوتك، اشرب قهوتك. والله يا سليم بيه انا عصرت دماغي ودورت الحكايه كده جوه. حكم انا احب انفع واستنفع. طالما كل الشغل بما يرضي الله وربنا يكفينا شر الشبهات. اي شبهات يا حاج؟ يا خيي هيدا سوق عرض وطلب وبضاعه وفي لقمه خبز هتتقسم علينا. وانا عايز لقمه الخبز دي تقسم عليا انا وانت بس. ماني فاهم شو قصدك يا حاج. فاكر شريكك اللي عرفتني عليه في بيروت؟ ايه فاكره، مروان صبري. شو قصده؟ مروان صبري. اقعد بقى اقعد. مش قلت مروان صبري؟ اقعد. ممتاز مروان صبري.
عرض علي عرض هايل هايل، بس انا مرضتش اديله كلمة. ولو شهيدة لحقت تعمل اتفاقية مع شريكي لك يا حاج، انت هيك بتهز صورتي بالسوق. صورة ايه بس وكلام فاضي يا سليم بيه؟ ايه الكلام ده؟ ما انا لو ما كنتش عايز اقول لك ما كنتش قلت لك من الاساس، بس انا عشان راجل دغري بحب اجيب من الاخر بقول لك، وعلشان الاقربون اولى بالمعروف انا عايز اعمل الصفقة دي مع جده. شو هي هالفكرة هيدي؟ هو فتح سوق جديد برضو، انما في بيروت. بيروت؟ اه بيروت سوق، وانت عارفه كويس، وناس زينا مش غريبة علينا، ولا لسان عوج ولا ناس افكارها غريبة. يا حاج العباية والحجاب منهم منتشرين كتير ببيروت، وهيدا ممكن يسبب خسارة. خلينا ورا المكسب الابعد، احنا لو عملنا حاجة شيك وشكلها حلو والوانها جديدة اللبنانيين يحبوا الموضة، ممكن دي تبقى موضة، وطالما خدوها وعجبتهم هتبقى موضة هناك، وهنكسب بدل الجنيه 100، انما في السواب بقى بدل الحسنة 1000. سواب وحسنة وفي بيروت كمان. فاهم انت ليه بتدخل سيف يا بيه؟ ما شغلنا واكل عيشنا بالكلام اللي انت بتفكر فيه ده. يا حاج ده ثواب. الثواب يا فواز بتاع ربنا، ولا كلش انت بقى خصصت نفسك وبقيت ملاك لهذه البشريه؟ يا ابني سيب كل واحد في حاله، ده الخلق للخالق. لا اله الا الله محمد رسول الله. طب قولي ايه بقى حكايه قعدتك في الغيه دي؟ ها قعدتك في الغيه كده كترت وطولت من غير ما اعطل لك شغلك يا فواز. سيبك بس من حوار الشغل ده، انت اصلك لما بتحن للغيه بيبقى حاجه من اتنين، يا مش طايق حد يا في حاجه شغله بالك. ايه؟ بص يا فواز، بص بذمتك في احلى من المنظر ده في الدنيا؟ سبحان الله، سحر حريه، مش بس سحر، حريه، طايرين في ملكوت الله من غير سقف يخلقهم ولا حواجز تمنعهم، ولونهم ابيض لون قلبك يا واد وانت صغير. فاكر يا فواز لما كبرت شوية وجبتك الغية هنا عشان أعلمك إزاي تأكل الحمام وتعوده على الغية من غير ما تخنقه؟ فاكر ساعتها قلت لك إيه يا فواز؟ أوعى تهي في الباب غية ولا تكتف طير. آه، عشان لو الطير اتخنق عمره ما هيحط عندك تاني أبدا. حقيقي مثل ما بيقولوا هون، اللي تفتكروا موسى يطلع فرعون، ولك انا عملت له صفقه العمر، لازم يبوس ايده كان مش وقفه يقوم يستحمرني ويلعب من وراي مع شريكي اللي شافه مره او مرتين. ريح حالك شوي احسن يصير لك شي يا سليم. ولك يا فاتيه كانت هيدي صفقه العمر، لو تمي كنت حاركب الريح، لكن هيدا السرسري اتامر مع شريكي واعترف لي بكل دهاء ووقاحة، ويرجع يقول لي يا عم سليم الأقربون أولى بالمعروف، ولك شو هالحربية اللي مزوصها؟ ما انت بتقول انه عم بتفقوا معه، بتياك انت يلي انا شو؟ انت ما بتعرف التعبان مروان صبري؟ لك هيدا لما يمسك بالشي بيضبي، ما رح يترك هالشغلة تروح من ايده. اعملوا اللي قلك عليه وجيبوا لجهتك. طيب والشغل والعقود اللي عملتها مع الناس ببيروت واللي قلت لهم انه رح يمضي وعلى هذا الاساس صرفوا مصاري كتير؟ خلص خبرهم انه منو موافق وريح حالك. ولك يا فادية انت ما بتعرفي قيمة هالصفقة، هيدي الصفقة كانت بالنسبة لنا صفقة العمر. ومايا؟ مايا ما رح يحصل لها شيء بإذن الله. انت ما سمعت اللي قالته؟
هي عم تقول انها عايشة بينات عصابة بدو يجننوها. هي مش بدها تطلق؟ انا رح طلقها بس وقت اللزوم، لما اعرف بشو عم بفكر والخط اللي حيمشي عليه. انت كيف هتعرف كل هالقصص؟ مع الاسف هيدا اللي محيرني. وابو اربع عيون شحاتي ما بيفهم شي، مسطول وما عنده لا معلومه. وبنتنا مثل ما انت عارفه بطيخه وبتغرق بشبر مي. اتركها بحالها الله يرضى عليك، هي ماني ناقصه. لحظه، كيف عدت علي هالفكره؟ معقول؟ فكره شو؟ فهم شو عم تقصد؟ الأقربون أولى بالمعروف. وليد عم قولنا ملوش لازمة المشوار ده، قدينا ما نبناش غير المرمطة وقلة القيمة والطردة زي الكلاب قدام الناس. حياة أمي ما أنا معديها له، أنا خليته يلف حوالين نفسه ويتمرمط زي الولاية في المحاكم ما بقاش أنا تسوقي. بس أنت مالي إيدك من حوار القضية ده؟ إيه ده؟ راجل مجنون، كل يوم جوازها شكل. تعرف يسموه إيه ده؟ يسموه زرنسة، وفي القانون بيسموه سفيه، والنقطة ده لازم يتحجل عليها شعبان. صح، وجوازته الأخيرة دي أكبر دليل عليه. وجوازاته اللي قبل كده واللي قبل كده كله من راس أبونا واللي جابونا شعبان. يا سلام، بس لو أختك تقف في صفنا. مش طايق أسمع سيرتها شعبان. لو عندها كرامة، لو دي عندها كرامة فعلا ما تسيبوش يعمل فينا كده. أنا مش عارف سحلها ولا إيه ده. بس خد بالك يا نجم، القضية دي لو خسرناها الراجل ده هيركب على كتافنا ويدلدل رجليه، وانا وانت هنتسوح. انا مش هسكت يا شعبان، هفضل انخرب وراها لغايه ما نجيب حقنا. هي كده مبقاش ليها غير حل واحد، انا وانت نطرد. شيشه يا زفت. استاذ علي، استاذ علي، انت تاني؟ معلش ممكن نتكلم شوية؟ أنا ما عنديش كلام أقول. لو سمحت يا أستاذ علي مش هتفضل كده، اتفضل معايا نتكلم في أي حتة. اتفضل. استغفر الله العظيم يا رب. أنت جايبني هنا عشان تهددني؟ استغفر الله، أنا ما بهددكش، أنا بنورك ولازم تسمعني. وانا مش عاوز اسمع حاجه. هتسمعني عشان مصلحتك. ده تهديد تاني. ايه ده بقى وفهمني، وقلنا مش تهديد. شغلانه دي متوقف عليها حاجات كبيره قوي، حاجات اكبر منك ومني ومن اللي فوقينا كمان، سواء في شغلك او في شغلي. عشان كده نو واي، انت ما عندكش حل تاني. وانا عايز افهمك حاجه بقى، انا ماليش علاقه بشغلك، انا ليا شغلي وبس. والموضوع اللي انت بتطلبه مني ده مستحيل اعمله تحت اي ظروف في الدنيا. والموضوع ده كلمتك فيه بدل المره 1000 مره وانت مش عاوز تفهم. انت اللي مش عايز تفهم ان ده مش اختيار. مش معنى ان انا بعرض عليك اوبشنز يبقى من حقك تقول لا. اوبشنز يا علي، يا علي انا عاوز الفعك معايا. وانا سيدي مش عاوز المنفعه دي، الله الغني. سيبني بقى عشان انزل. الناس اللي طالبين منك الخدمه دي ناس تقيله وقادره قوي، مش هيسمحوا لاي حد يهدهم ولا يهزهم حتى لو وصلت للدم. متهيألي علي انت عندك عيال عايز تربيها. في حاجه تانيه عايز اقولها لك. حياتي، انا قلت لك انهم مستعدين يدفعوا لك 500,000 جنيه. لا بقى 1,000,000 مقفول، بس بشرط الملف يكون عندهم في خلال 24 ساعه مش اكتر. فكر كويس يا علي، ما تضيعش الفرصه. الناس دي زي النحل، يا تدوب في عسلهم يا تموت بأرصهم. عاوزه اطمن عليها فواز. ما تقلقيش يا حياة، ان شاء الله خير. ابوكي كمان راح له وقعد اتكلم معاه، بس ما فهمش هو عايز ايه. تقريبا في ناس عايزينه يعمل حاجه هو مش عايز يعملها، جابرينه على حاجه هو مش راضي عنها، حاجه كده يعني. خير ان شاء الله. وانا يا اخويا ما قلتش لانهار اكتر من كده، لاني اساسا مش عارفه ايه الحكايه. غلبت معايا فواز عشان يحكي، مش راضي. قلت بقى ما فيش غيرك انت، انت اللي هتخليه يتكلم ان شاء الله. انت مشيت البيت اللي عندك ولا ايه؟ لا لا يا اخويا، بتيجي يومين في الاسبوع. ما تجيش الاسبوع كله ليه؟
انا متفق معاها على كده، وانهار بتحاسبها على هذا الاساس. يا اخويا، ما هي قالت لي. بس انا هبقى مرتاحه اكتر لما تيجي يومين في الاسبوع. لا اله الا الله، انت يا بنت غريبه قوي يا بنت. انت بنت الحاج منعم واخت الحاج فواز الصياد، ازاي تبهدلي نفسك كده؟ الله، انت متعلمه ومعاكي شهاده. في ايه يا اخويا؟ ما انا بفيد ولادي باللي اتعلمته، وبعدين ما انت فرش لي البيت احلى فرشه اهو. ايه بقى، الحمد لله قوي على كده. الحمد لله على كل شيء، حول ولا قوه الا بالله. طول عمرك فقريه زيك زي جوزك. خدي ايه ده بس يا فواز؟ خديهم شيليهم مع اللي عندك، يمكن ينفعوكي. خدي ده تكسي من اخوكي بقى كمان ولا ايه؟ خدي يلا، اخوكي الكبير يا بت. ربنا يخليك يا اخويا وما يحرمني منك ابدا. ربنا يخليك لا يا حبيبتي، يا احلى اخت. عليكي خبي خبي خبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا علي؟ عامل ايه يا جوز اختي؟ ازيك يا حاج فواز؟ وحشنا يا عم. اختي بتقول ان انت بتخلص شغل قبل كده بكتير. انت ايه، تلعب بديلك ولا ايه؟ صحيح، انت كنت فين يا علي كل ده كده؟ هديك سخنتها عليا. كله بثواب وبالشفاء. يلا هروح اعمل لكم الغدا. ايوه اعمل حساب برضو، هعرف كنت فين. ها ايوه. ده انت فتحت عليا فتوحه مش هتتقفل. اختك وانا عارفها حاج ما بتنساش حاجه خالص. يا اخويا احمد ربنا، انت عندك ما بتنساش، انا ما بينسوش. انا جماعه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. تعالى انا عايزك في كلمتين. خير يا حاج؟ هفضحهم بالراحه. مش هسكت. اهدى هبلغ عنه. اهدى اهدى يا علي اهدى. الامور اللي زي دي ما تتحلش كده. اللي لازم تفهموا ان ناس زي دي عندهم مصلحه بالحجم ده، ممكن يعملوا اي حاجه اي حاجه في سبيل ان محدش يشوف قصادهم. وانا ما بخافش حاج فواز، غيرش بس اتهزيت، بس ده كان عشان حياته والعيال. انما مش معنى كده ان هسلم لهم وطوعهم يعني. حد جاب سيره انك تطوعهم؟ انا بقول لك اهدى وفكر بالراحه. يعني اسكت يعني؟ لا تفكر، فكر وتحسبها مظبوط. اي حسابات حق فواز هتبقى لصالحهم، وخصوصا يعني ان المبلغ اللي هم عارضينه مش مبلغ قليل، ده مبلغ مغري جدا، خصوصا على موظف زي حالتك احيانا وما حلتوش غير مرتب. استغفر الله العظيم يا رب، ما انت اللي فقري. انا 100 مره قلت لك تعالى معايا. الله، ما انت عارفني كويس يا حق فواز، راجل راضي بقليله وبالاسمه له ربنا. عين العقل يا حبيبي، عين العقل يا اختي. بس برضه الامور ما تتحلش كده. مش فاهمك، عاوز تقول لي ايه؟ انت دلوقتي لو رحت تبلغ، هتبلغ عن مين؟ عن اللي بيطاردني. حلو، اسمه ايه؟ فاهم ايه؟ ما اعرفش. ما انت عارف اهو، وممكن ما يبقاش فاهمي من بابه ولا لي اي علاقه بيهم. ايوه، بس هو اللي طعم. طعم بترمي لك لو اتكشف في 60 داهيه وهم في السليم، وانت بقى مفتري وكذاب. انت مفتري وكذاب؟ لا. طب اعمل ايه؟ اللي هقول لك عليه، بس الاول تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتطيب كده من ريحه الحبيب. تعالى يا حبيبي اهدى خالص، اهدى كده وروق. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه افضل الصلاه والسلام. اسمعني بقى يا بنوها، واحدة واحدة. شفتي اختي البنت عاملة ازاي؟ ما فيهاش غلطة. ايه النسوان دي يا اختي؟ امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعة اللي جايبها لنا الحاجة دي؟ انا عارفاها مش عارفة حاجبه فيها ايه؟ وفرحانالي بشوية المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفة بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عمالة تتقصع. قال يعني بقى البت رياضية بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبة، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمة الشريفة، عمالين ناكل لب وزداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نار اسود وهم نايل بست النيله. لا ما تعمليش بروحك قوي كده، ده انت قمر وحلوه
وجسمك حلو ومش ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانتي والنعمه الشريفه خدي مني قمر، والنعمه الشريفه مناخيرك منمنمه ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت يلام في حريم السلطان. يا اختي خدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسه او النعمه الشريفه، وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفه يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحده من دول تتجوز عدله فجاه تقوم لابسه وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغايه لما تقلب بومه ماشيه في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اكسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضو ناقصه ساعات كده مخها بيصغر، بتبقى عايزه تهجم البيت وخلاص، زي ما يكون في الكلب بتاع البيت براغيت بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين انا مش مطمنه. نعم يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما اكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه الثالثه؟ مش عارفه، انا عايزه الموكوسه الثالثه. اطلعي يلا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي روايه مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثتنا. مين؟ فخلي بالك. هيكون مين يا اختي؟ جوز مواكيز جايين يتلموا على خيبه الرضا. اوعي شويه. الله الله، في ايه يا اخوانا مالكم؟ اقفلي يا حبيبتي التلفزيون ده وركزي معانا شويه. حاضر يا اختي، بس قولي لنا بس في ايه اللي حصل؟ هو احنا هنفضل حاطين ايدينا على خدنا وسايبين البت اللي بره دي عماله تتسرسب وتسحب الراجل ناحيتها؟ طب واحنا يا اختي في ايدينا ايه نعمله بس؟ يا اختي اسم الله، هو انت اللي على لسانك، في ايدينا ايه نعمله؟ في ايدينا ايه نسويه؟ جرى ايه؟ يا اختي بالراحه شويه، احنا جايين نتخانق، ده احنا جايين نتفق. ايوه نتفق. نتفق على ايه بقى؟ والنبي ما عارفه. ما دام المقالب ما جابتش نتيجه يبقى احنا لازم نعمل زيها. زيها؟ اللي هو ايه حضرتك؟ اقول لكم. يا ولية حرام عليكي، حرام عليكي، سيبيني في حالي، مش عارفه ارتاح، بلاش فتنة. يا راجل مالك بقيت طري كده زي الجيلي؟ ما انا اتهرست تحت منك، وفي جدتي حته سليمه؟ ده رأيي يا راجل، انت من ساعه السفريه السوداء المحببه على عينك دي وانت مش طايقني جنب. ما بلاش السيره دي يا سعاد، خلي الليله تعدي. شكلها مش معدياش حد الا على رقبتك لو ما ادتنيش حقي شرع. ليه؟ مفيش حقوق انسان مطحون ومعجون؟ لا، في حقوق المراه يعني امك. يا عمي يا عمي الحقوني. ما حدش بياكلها بالساهل. اوعي يا مفتري اوعي، انك تلحقوني. الحقوني الحقوني احسن احسن. اوعي يا مفتري، ربنا ياخدي. ايه في ايه في ايه؟ اقول لك يا حاجه قبل ما في ايه يا عم كرنيه؟ عداله السماء نزلت فوق بيت شحاته. مالك يا عم كرنيه؟ اقول لك يا حاج، انت طلعت لنا انت من السماء. ليه؟ كنت بتخاري جول لحد ثبتك في الصاله. معركه غير متكافئه، سيف خشب قدام دبابات ومدافع وقنابل ونبالم وجميع انواع الحروب. والله باين عليك اتلحست في مخك. خش يلا غير هدومك وتعالى يلا، عشان في مهمه محدش هينجزها لي غيرك. يلا بسرعه. اقول لك ايه يا حاج، تعالى معايا ولا اقول لك خش هات لي هدومي من جوه. انا جايب لك هدومك. اتلحست فعلا، خش يلا. طيحك شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خير البشر وأكرم الأكرمين
وتصلوا عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. دي قعدة صلح. عرب وبنرد لأصحابه. ها؟ بقى البيت ده عمره ما شاف انقسامات ولا ائتلافات ولا أحزاب. ولا إيه يا نهار؟ اللي تشوفه يا أخويا. الله يفتح عليكي، الله يفتح عليكي. بقى البيت ده كيان واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولا إيه يا هدى؟ بارك الله فيك يا حاج. الله يبارك لك، الله يبارك لك. الحمد لله. نلم ايدينا بقى كده ونسلم على بعض ونتعاهد امام الله بلم الشمل. ولا يا سميحة؟ الفتحة، الفتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. يلا نقوم نصلي ركعتين. هزار يا مايا، هزار. ما بيقول لك قومي نصلي بدل ما جبت من شعرك تاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعالي يا مايا، تعالي حبيبتي. ابراهيم احنا نجدد وضوءنا. جدد يا اخويا، جدد. ايوه هنا يا حاج. انت متاكد يا شحاته؟ حاج معزه مؤاخذه، انت نظرك ضعيف، ممكن تسوحني. لا متاكد يا حاج، انا خدتها كعب دايره تيكي تاك تيكي تاك لغايه ما وصلت على طول. طب حس كده، خليك بقى في العربيه، اوعى تلعب في حاجه. حاضر يا حاج. الريال السعودي بكام النهارده؟ بقول لك ايه يا تسوي؟ شكل حوار القضيه ده هيطلع فلانكش. فلانكش؟ والله انت اللي فلانكش. ادي حق. ايوه جاي يا نعمين يا استاذ. القهوه الشيشه بتاعتك بس كده عينيا. وهات لي سحله بقى عق. لا 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 لا، هات له قهوه. وعندك قهوه مظبوط بواحد شيخ. محامي ده شكله مش فاهم حاجة وفي الجيرينيه خالص، احنا نروح لمحامي تاني. مش فاهم حاجة ايه؟ والراجل جابها لك على بلاطة، وقال لك طالما مقتدر وصغير في السن وماشي حسب شرع ربنا يبقى ما حدش يضل على حاجة. يا ما احنا لازم نشوف سكن نجيب بيها حقنا. بقول لك ايه يا تسوقي؟ خلينا في شغلنا وفكك بقى من الدكن ده. دكن ايه؟ تقطع دي بالدم. حالنا ومالنا نسيبه كده؟ أحلى قهوة وأحلى شاي يا أستاذ ده. بقول لك إيه يا أستاذ؟ النهاردة في واحد سأل عليكم مرتين. سأل علينا؟ قال لك اسمه إيه؟ سليم الأشقر. أشقر. بنات. كم يوصلك؟ ملوش لزوم يا حاج. انت قلتي لي بلاش اكلمك في مكان اكل عيشي، قال لي استنيتك بره شغلك، اركبي. يا عم ده ديجي ايه وده دجاجي ايه؟ الله انت واخدنا على بشملها وجايين وراك زي ما تكون خرفان. هتخلص عم الغامض وقول لنا فيه ايه؟ كون نبع من حاجة، يا ريت تنجز وتقول لنا ايه السبوبه اللي انت ممرمطنا والراجل ده عشانها.
انتوا ما بتتذكروا يا ويدي وين اتقابلنا قبل هيك؟ وين ايه؟ احنا ولا شفناك قبل كده. يا عم تربيات الوش دي ما تتنسيش، انا لو شفتك اقول على طول هندم ليه يعني؟ ايه ايه انا شفتكم قبل هيك لما الحشف ويز قلعكم وطردكم من الشركه. يا عم انا حاسب ما حدش يقدر يقلعنا عيب الكلام ده. وهو يعني اللي بعتك ولا ايه؟ الحقيقه انا لما شفت في اليوم المشؤوم الحشف ويز عم بيطردكم حسيت وصعبتوا علي كتير، وبعدين قلت لنفسي لازم ندور عليكم ونحط ايدينا بايدين بعض عشان نرجع الحق لاصحابنا. يا سلام، طب وانت مصلحتك ايه؟ لا ده شعبان راجل البركه ده احنا صعبنا عليه حرام. صعبنا على مين يا عم؟ دي تلاقيها لعبه من العيب الحاج. شو ما فيك نظر ولا شايفني بريالي؟ لا هي لعبه من تفصيل الحاج ولا انتوا صعبتوا علي. بعدين لما تعرفوا مين انا هتفهموا كل شيء وتعذروني. يا عم انجز، انت تطلع مين؟ انا ابو العروس جديدي يا معفطر. الرابعه؟ ايوه الزوجه الرابعه. الزوجه الرابعه اللي ضحك عليها الحاج وعمل لها البحر طحينه مثل ما بتقولوا. بنتي المسكينه المعطره اللي لقيت حالها ضره لثلاث نسوان عايشين معها نفس البيت. وهلا بنتك المصون المعطره ما كانت تعرف؟ ولك يا حسره من وين بدها تعرف؟ اكلت باخه سياره اخر موديل وشوفير وشهر العسل ببيروت مسطحه سجاتي مسواك عشان يحكوش في سنينه وما بيسلم على الستات، يعني خلينا نبلع الطعام وندفنف على الصناره. عشان هيك انا دورت عليكم يا ويدي. ودن ايه ونفنف مين؟ ايه احنا هنعمل لك ايه يعني في اللي انت بتحكي فيه ده؟ كلنا في الهوا سوا يا شعبان، وانا ما الي حد غريب، يعني لما بنكون احنا بديتي مع بعض غير ما اكون انا وحدي وانتوا وحدكم يا ويدي. واحنا شضمنا بقى ان الكلام ده حقيقي وما بتلعبش بينا يا عمنا. عندك حق يا تسوقي. بعدين ما في اصدق من الصور اللي اخذناها ببيروت لفرح الحشف الواز وبنتي. تفرج. عامل فرح عم الرايق. ايه ده؟ بص يا لك. بص طعم. يا ابني ليه يا فواز؟ شبه امها حد سنة. ويا شويه يخرب بيتكم، نسيتوا انها بنتي؟ وهلا اعزمكم على الغداء عشان يصير في بيننا عيش وملح مثل ما بتقول. ويتر. هياكل؟ لا رد. شوفوا يا ويدي شو بدهم ياكلوا. ايه وفي مثل بيقول ما خسر مين جرب ولا تاه مين غرب. يعني انتوا ما راح تخسروا شيء يا ويدي قد اللي خسرتوه. شو رايكم؟ يوسف كان بجرة وطلع لبرا. تمام تمام. نتغدى. من عيوني حنغديكم. من يوم موت ابويا والكل نسينا، ولقيتنا انا وامي واخواتي متكربسين في شقه اوضه وصال، لا عندنا دخل ولا ماهيه ولا اي قرش نصرف منه. حفيت ورا شغلانه تكفي مصاريف الاكل والشرب والعلاج، واشتغلت كذا حاجه، بس في كل شغلانه بقى كان بيطلع لي عفريت اللي عينه زيغه واللي ايده عايزه اقطعها واللي مراته ما تقنيش من باب للطاق كده. وكل ده قصد ايه؟ شويه ملالين ما بيكفوش اي حاجه. لحد بقى ما لقيت الشغلانه دي قفشت فيها بايدي واسناني، بس هما كان شرطهم عليا ان انا ابقى محجبه. وانا قلت لنفسي وماله يا بنت، ما دام فلوسهم كويسه ومعاملتهم كويسه برضو مفيش مانع. قلت لنفسي البس الحجاب جوه الشغل وبره الشغل ابقى اقلع. بس ده كلام مش صح، مفيش لا شرع ولا دين يقبلوا بحاجه زي دي. ربنا قال لا اكراه في الدين. وجميل قوي انك لبست الحجاب، بس الاجمل بقى تكون لبستيه بارادتك انت وعن اقتناع، مش عشان مرتب زياده ولا عشان تكسبي رضا صاحب الشغل. جايز يكون عندك حق، بس هم عرضوا عليا شرطهم وانا بصراحه كنت مضطر، وهم سابوا لي حريه الاختيار وانا كان عليا يوافق يرفض. طب قولي لي لما لبستي الطرحه حسيتي بيه؟
خفت، ولما بقلعها بخاف اكتر. لو الناس تعرف قد ايه ربنا جميل، وقد ايه حنين، وقد ايه عالم بعباده، كانوا يعملوا اي حاجه عشان يقربوا منه وهيحبوه اكتر ما هيخافوا منه. يا ريت كل الناس بتفكر زيك كده يا حاج. ما كانش حد عمل حاجه، لا هو مضطر ولا هو مغصوب. اطلب لك بيتزا تاني حاج منى. هو انت ايه اللي جابك ورايا الشغل، وايه اللي خلاك دورت عليا؟ ما تقومي اوصلك، الوقت اتاخر. ما شاء الله، حاجه جميله. لكن انا هستلم امتى؟ انا اتاخرت جدا. كل شيء بقى وانا وحاج، الشغل عشان يطلع زي ما انت عايز لازم ياخد وقت. ياخد وقت قد ايه؟ انا اجلت قبل كده كتير، وما عنديش استعداد البضاعه اللي في المخازن يحصل لها زي المره اللي فاتت. طب المره اللي فاتت ربك ستر وجات سليمه، انما مش كل مره. ايه، تسلم الجر. الله يفتح عليك، انت تضاعف عدد العمال وشغل 24 ساعه زي ما انت شغال كده، فاهمني؟ خلاص يا حاج، تشوف يا حاج. الافتتاح باذن الله الشهر الجاي. خلاص يا حاج، زي ما انت عايز. مش زي ما انا عايز، ده ميعاد وهعمل دعاياتي على كده يا باشمهندس. خلاص يا حاج، توكل على الله، شد حيلك كده. ربنا يكرمك. الله ينور يا رجاله. ايوه، السلام ورحمه الله وبركاته. يلا يا جماعه خلاص. يا حاج انت فين يا حاج؟ كده دوخني عليك طول اليوم. لا دوختني طول اليوم. ماشي، انا في المول مع الباشمهندس. لا لسه بحكي لك اما اشوفه. ما تيجي تبص. بس طيب براحتك، لو عايز تيجي براحتك. ماشي يلا، سلام عليكم. السلام. شحاته. نعم يا حاج. فيها شحاته؟ مفيش حاجه يا حاج. ركز معايا يا شحاته، عايزك تفضل قاعد هنا 24 ساعه مع الباشمهندس والعمال. اللي يحتاجه الباشمهندس تجيبه له. حاضر يا حاج. عايز عمال زياده تجيبهم له. عمال تجيب لهم عشاء، تقعد معاهم، وشوفك كده قاعد معاهم بيه كده وشايل شنطه، يقول لك الشنطه دي يمكن فيها فلوس نقبض. تقعد فيشتغلوا بحماس. حاضر، فهمتني؟ مش عايز اي حجج عشان ااجل تاني. يلا ربنا معايا. شحاته. نعم يا حاج. اطلع لي يا شحاته. مش عايزك تجيب سر الحاج منعم باللي قلتهولي، عشان لو مش عايز يحكي ما احرجوش. يا سلام يا حاج، طول عمرك بتفهم في الاصول. انزل يا شحاته، خليك مع الناس بقى كده وركز. ها انا رايح مشوار. السلام عليكم. سلام يا حاج. السلام عليكم يا رجاله. انا قلبي مش مطمن للراجل ده، شكله كده عايز يستغلنا لمصلحته. بالعكس، الراجل ده هيبقى الكوبري اللي هنعدي عليه الفواز، يعني هيحطنا في السكه الصح. انا مش عارف انت مطمن له كده ازاي. مصالح يا معلم، هات وخد. مصلحة صالح شعبان، هو عايز يخلص بنته، واحنا عايزين ناخد حقنا. ايه ده؟ بص برضه مش عايزين نقول على كل اللي جوانا. ها الخوف بس انت تبقى كده وتقع لامك، ولا تقول حاجه لاخوك الاهبل ده تودينا في داهيه. لا ما تقلقش، انا مش هقول لحد. انا كل اللي عايز افهمه هو عايز مننا ايه بالظبط. هو راجل مش سهل. هتكون فاهم يعني عبيط؟ لا بس هو بصراحه يعني دخل مزاجي قوي، بيفكر على هادي قوي قوي قوي، بيفكر على هادي الممل. عكسنا خالص يا شعبان، احنا جعجعين وصوتنا عالي واخدين كل حاجه على صدرنا، ده ما ياكلش عيش. برضه المثل بيقول لك حرس ولا تخون. انا شاغل دماغي يا شعبان. يا عم ركز معايا انا اهو، بقول لك اللي شاغل دماغي ايه مصلحه الراجل بعد موضوع بنته ده. مش عرفني. سعيد، خد يا سعيد. ايه ده يا حلو؟ الواد ده جه منين؟ مش عارف بقى، اذا كانت امك ناسيها في الغسيله او حاجه كده. امك يا خفيف. تمام، وعمرنا ما هنختلف في حدك. اللي انت طالبه ده يا حاج محتاج وقت. الفلوس دوا الوقت، والقرش صياد. ها قدامنا قد ايه بقى عشان افرش بضاعتي هناك؟ مش اقل من شهرين. كتير، شهر واحد كفايه. والله ما انت متكلم، شهر واحد كفايه وبضاعتي حاضره. ما ينفعش يا حاج، بيروت دي سوق مفتوح فيه من كل شكل ولون، والمحلات اللي انا بتعامل معاها بخصوص بضاعتي ما لهاش سكه لبضاعتك. لازم البضاعه تقعد، الناس تشوفها، واللي تعجبه حاجه يشيل.
هجيبها لك على بلاطة. في ناس من هناك عارضين عليا عروض أنا مش موافق عليها. أنا عايز أتقي شرهم وأفرش وأخلص قبل ما يشموا خبر. ليه؟ الناس دي سكتها مش مظبوطة؟ معرفش، وما بحبش هظلم، استغفر الله العظيم يا رب. أنا دايماً بفترض حسن النوايا في الناس. إنما أنا مرتحتش، وطالما مرتحتش أعتبره باب ريح أسده وأستريح. علشان كده أنا دورت عليك. قدم المشيئة بقى وقول على بركة الله. خلاص يا حاج، على بركة الله، اديني يومين وأرد عليك بالمفيد. في واحد هناك هو اللي فتح لنا السكة، عايزك تكلمه. أنا متأكد إنه هينفعنا، إن شاء الله قدم المشيئة دايماً يا حنفي. إن شاء الله يا حاج، اسمه إيه ده؟ مروان صبري. هبعت لك بياناته كلها. خلاص يا حاج، وأنا مستني البيانات. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نورت يا أستاذ حنفي. طب اسمع يا حاج، أنا عندي فكرة معرفش كنت تاهي عني فيه. فكرة إيه؟ أنت ليه ما تعملش عروض لموديلاتك الجميلة دي؟ عروض؟ عروض أسعار يعني؟ لا، دي في ليه؟ دي في ليه؟ يا راجل، إحنا بتوع الكلام ده برضه، دي في ليه؟ ده هو الكلام الصح يا حاج. الأسبوع الجاي أنا جايلي ناس من لبنان ومن دول كتير في أوروبا. في دي في ليه ضخمة هيحصل، وهيعرضوا أزياء كتير، وفي ناس أكتر هتيجي تتفرج، ومنهم الناس اللي أنا عايز أكلمهم عنك. وضح لي كلامك يا حنفي، تقصد ايه؟ اقول لك يا حاج، انت عندك البضاعه اهي جاهزه، ومن تصميمك ليه ما تتعرضش في نفس اليوم؟ لان كده كده الناس جايه تتفرج، هتتفرج على بضاعتك، هتتعرف عليك، ويبقى الكلام على عينك يا تاجر. اعرض بضاعتي في التفليه، هو ده اللي يختصر الوقت وينجز الشغل يا حاج. ده شغل التسويق بجد. قلت ايه يا حاج؟ سيبني وزنها كده يا حنفي، سيبني افكر فيها شويه. على خير الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المول اخباره ايه يا شحاته؟ المول تمام التمام، والشغل ماشي على ما يرام يا حاج. جبت لهم اكل العمال اللي هناك؟ جبت لهم اكل وظبطت لهم 100 100. وهي عدى؟ لا ما عداش يا حاج. ولا جينا كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه أيوه فواز تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خش يا ابني. أنتوا إيه؟ أنتوا قاعدين هنا ولا إيه؟ احنا مين بقى؟ فواز، كويس يا اخويا انك جيت. شوف لك صرفه بقى مع ابوك، مش عاوز يدوق الاكل اللي عامله له بايد. ازيك يا حياتي عسل؟ ازيك يا اخويا، وحشتني. انت ايه حكايتك بقى؟ مختفي مني طول النهار، واكل البيت مش عايز تدوقه ايه؟ ومخليني سايبه بيتي وعيالي ومش عاوز يريحني. ما قلت لك ريحي نفسك وروحي. نهار اسود، شايف؟ شايف ابوك بيقول ايه؟ معلش يا حيات، المزاج شكله مش حلو. تعال تعال اقعد يا حاج، اقعد وريح شويه. معلش يا فواز يا ابني، حسيت بشويه تعب ما قدرتش اعد عليك. الف سلامه عليك يا كبرنا. الله يسلمك يا ابني. تشرب ايه يا اخويا؟ اعمل لك شاي؟ لا شاي بالليل كده يا حيات. طب استنى هجيب لك شويه تمر كده من اللي بتحبه. ماشي، بس بشرط تشربي معايا انت وابويا زي زمان هنا اهو على الترابيزه دي. لسه فاكر يا ابني؟ بس بقى ما كانتش ترابيزه، كانت طبليه. ثانيه واحده. الحمد لله على كل حاجه يا حاج، والله ايام زمان دي طبليه ترابيزه ايام ما تتنسيش. ايوه يا ابني، الله يرحم امك. الف رحمه والف نور يا رب، الله يرحمها. مالك بقى في ايه؟ ها؟ انا شويه تعب. على ابنك؟ ها؟ ده انا فواز، ده انت تربيت ايدي. حافظك من الجلده للجلده.
فواز ايه؟ والله اضحك كتير يا فواز. ربنا يديم علينا الضحكه واضحك كده ونور البيت والدنيا. اقول لك نكته. لا والنبي استنى، انا كمان عاوز اسمعها يا اخويا. قول. ادي النكته اللي مش هتتقال. مره واحد دخل على واحد يا بنت هو لسه قال حاجه ام صاحبه قال له لا انت ازاي تعمل ام قال له لا انا لقيت انا نفسي اعرف اقول لك نكته. ضحك الحاج فنك يا اخويا، ضحكت الحاج اهو. منك لا يا فواز، انت الوحيد اللي في الدنيا دي اللي بتقدر تخرجني من اي حاجه. يا سلام، يعني هو بقى ابنك وانا بنت البطه السوداء. اه يا بنت ما تقوليش كده، ده انتوا الاثنين عينيا المشوب بيها. خلاص وانا اكتفيت بقى بالكلام والضحك الحلو ده، ومش عايز اعرف حاجه. اوعى تقول لي حاجه، انا بقول لك اهو اوعى. بس لما يهفك الشو تبقى عايز تفضفض كده لصاحب، يبقى حط على فواز وسرك في بيت. ما تخافش. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. خليك لينا يا حاج، طول لنا في عمرك. مره واحده بقى دخلت الاسم. يا بنت عايز اقول ايه؟ بس يا حبيبي بقى يا زينه، انت يا نتلك زينه. حاضر. في ايه يا ستي متعصبه كده ليه؟ في ايه؟ بقى ايه زينه؟ انت ودنك دي ايه؟ وانت منتين وانت من عجين مش سامعه؟ ما انا اهو جيت لك اهو. خير ايه؟ ما تيجي تشوف اللي انا فيه. بيعيط وماله؟ كل العياط بتعيط، ماله زي ما يكون حد قرصه. والنبي انا جايباكي عشان تساليني ماله؟ ما انا لو عارفه ماله كنت قلت لك. خلاص ما تعصبيش نفسك. يا اختي بسم الله الرحمن الرحيم. يما عارفه يا ست، هو يا اما جعان يا اما مبلول وعاملها. خلاص يا زينه، خدي يا حبيبتي شطفيه اكليه رضعي، خلصيلي عشان خلقي ده. ما انا بقول لك على طول هو محتاج غذاء، يعني اللبن الصناعي ده زي قلته بصراحه، بينفخ له بطنه ويعمل له مغص زي قلته. يا ستي حرام عليكي، هو اللي انا بقوله بعيده ولا بعيده وبزيده؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ما قلت لك خلاص بح، ارحمني بقى يا ربي. انا كان مالي ومال الوقعه دي بس. ايه؟ في ايه؟ ايه القصه دي؟ ماله ايه؟ يا حاج، يا حاج، الواد عمال يعيط من الصبح، والنعمة الشريفة ما عارفة ماله، ده باينه عيان ولا ايه، ولا عنده برد مش عارفة يا ربي. ولما هو احتمال عيان ولا عنده برد يا ربي، ما كلمتيش الدكتور ليه؟ ما انت معاكي تليفونه. والله من الصبح يا حاج عمال اقول لها يا ستي اللبن الطبيعي والرضاعة. حاضر هروح اكله واغير له. خدي بالك مني يا زينبو. حاضر. امشي، لا اله الا الله يا قلبي، يعني امك انت. مش لما تاخدي بالك مني انت الاول تبقى زينب وتاخد بالها. يا بني بس اعمل ايه بقى؟ انت عارف انا ماليش في الحاجات دي خالص. وبعدين يا بيبي انا قلت لك 100 مره بقى، قلت لك 100 مره انا عايزه بيبي سيتر. بيبي ايه؟ بيبي سيتر دي واحده يا حبيبي شغلتها انها تقعد بالعيال وتاخد بالها منهم، وبتاخد كل اخر شهر مرتبها. طب ما انت عندك زينب موجوده اهي، زينب سيتر، ايه لازمته بقى ندخل واحده غريبه بيتنا وتعرف اسرارنا؟ لا اسكيوز مي بقى يا حاج، زينب دي هتعمل ايه ولا ايه؟ ده هي يا عيني محتاسه لوحدها. انا عايزه واحده تيجي تاخد بالها من البيبي عشان انا اخد بالي من البيبي بتاعي، اطلعه واخد بالي منه وهسكه. بقول لك ايه؟ توحشتني قوي سميحه. مش ليلتك يا سميحة. استغفر الله. سميحة، إنما ليلتك قربت. حاج أنا كان في حاجة كده كنت عايزة أكلمك فيها. حاجة واحدة بس يا نهار، أنت تأمري. ربنا يخليك، بس انا كنت عايزاك تشوف لي حل في مدرسه الواد منى. مالها مدرسه منى؟ ما بيدوش الواد دين بقى، احنا مودينه احسن مدارس في البلد علشان ينسوه دينه. ما بيدوش دين؟ انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه، ما هو كان بيسالني وعرفت منه بالصدفه. لا اله الا الله، انا هبعت بكره مرسي ولا شحاته، اتاكد الاول وبعدين اتصرف.
ربنا يخليك لينا يا حنان ويرزقك على قد اعمالك. انهار يا اختي يا عين انهار. مش عايز اوصيكي يا انهار، البيت ده عيله واحده. ها ما تكشريش يا انهار، مفيش جبهتين ولا حرب، انت الكبيره العقل. ها مصر ولبنان اشقاء وشقيقات. ماشي حبيبتي انت، ربنا يخليكي ليا يا كمل يا عسل. انت يا رب انا متجوز العسل دي، اديتني عسل يا ربي. يا اختي يصبحك ويربحك وما بين عبيده ما يفضحك ابدا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا يا رب يفتح الابواب كلها في وشك ان شاء الله. قول اعوذ برب الفلك. مش من نفسك في القدم مش حاسب ان اذا حسب يلاقي يا رب ما يقفل في وشك اي باب. تحب اجيب لحضرتك قهوه تانيه؟ لا 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 ميرسي، كلك ذوق. قولي لي هو الحج عاده بيتاخر ايه؟ لا هو ان شاء الله زمانه على وصول. يا رب انا قاعد مستنيه. اتفضل يا حاج اتفضل. وسع يا عم وسع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انزل على السلامه يا حاج. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اهلا يا اهلا يا حاج. اهلا وسهلا منورنا. معقوله يا هناء ما عاد سليم بيه هنا؟ ما دخلتيهوش ليه يا بنتي مكتبي؟ ابدا يا حاج، انا قلت له من بدري ادخل بس هو ما رضيش. الحقيقه هي قالت لي بس انا قلت لها ما في لزوم. يا بيني وبينك القعده قدام هناء برضو ألذ بكتير. الله يحميها ويبعد عنها ولادها الحرام. لا ده انت ما شفتش ابوها بقى ألذ بكتير يا راجل. اه اتفضل اتفضل. كيفك يا شحاتي؟ الحمد لله. بقولك ايه يا هناء، هو الراجل ده هنا من امتى؟ بقاله كده يجي نص ساعة. اه انا عارف انا عارف، هيقعد يزن على ودان الحاج يزن 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 لحد ما يخليه يوافق ويخش معاه المتاهات بتاعته. متاهات ايه دي يا شحاتة؟ كنت مالك انت وخليكي في حالك. اخصى عليك يا شحاتة، هو مش انا باجي اقولك على كل حاجة برضه؟ يو بقى عايزين اقولك ايه؟ بنته حلوة ولا عادية؟ يا نهارك اسود يا هناء، عايزين اتكلم على حريم الحاج؟ ايه يا هناء؟ انت اتجوزتي وقلعتي برقع الحياه ولا ايه؟ حرام عليكي، احنا مش قاصين ذنوب، استغفر الله العظيم. بس بس بس، في ايه؟ انت هتدخلني النار وانا قاعده؟ مش عايزه اعرف، وبعدين يعني يا شكلها يطلع ايه يعني؟ قمر 14 طبعا. ايوه كده. هلا ايوه. والله انا اديتك فرصه وانت سكت. دنيا صغيره يا حاج. واللي عرفته انه في اتصال بينك وبين شريكي مروان. دنيا صغيره فعلا، وانتوا اللبنانيين تعرفوا كل حاجه عن بعض. الراجل مقدم لي دراسه عن العرض بتاعه وبيزن على الشغلانه بصراحه. يعني بفهم من هيك انك صرفت نظر عن الصفقه اللي انا كنت جايب لك اياها. انا فكرت في العرض ولقيته هيقف عليا بخساره، وانا ما بحبش الخساره. بس انت هيك بتاذيني يا حاج. هزيك في ايه بقى يا عم سليم؟ ده شغل عرض وطلب. لما تتفق مع شريكي من ورا ظهري يا حاج يبقى بتأذيني وبتخرب بيتي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. أذيك ازاي يا عم سليم؟ الأذى ده فعل من الشيطان، وما تنساش ان انا عرضت عليك في الاول. وعشان يا سيدي ما تقولش اني بأذيك، تعال نعملها احنا التلاتة مع بعض، وهو برضو انتوا شركاء. شوف يا حاج، من الاخر هالشغلة هيدي بالزيت، يا معي يا معه. طب ضيعتها ليه من ايدك يا سليم؟ ما انا قلت لك بسيطة، خيرها بغيرها. الحمد لله، أهم حاجة النوايا الصافية. قال صلى الله عليه وسلم، عليك ما تصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. عليه أفضل الصلاة والسلام. تهادوا تحابوا. وقبل دي من أخوك الصغير فواز. الهدية مقبولة يا حاج. ما سبحان كريستال اصلي، احنا نروح نفتتاح ونهدها على دماغه. لا يا روحي، طريق العنف ما بيجيب نتيجه، وبعدين ممكن يخرب بيتها. انا بدي اياكم تمشوا ورا دماغي. طب القضيه هنكمل فيها ولا ايه؟ قضيه مثل هيدي انا شايف ما بقى مطعمي. بعدين يمكن لو راحت على المحكمه تنحفظ بالنيابه
ولو وصلت المحكمة هيكسبها من أول جلسة، وبعدين انتوا لا هتطلعوا هيك ولا هيك، هتطلعوا على فيشوش. تصدق عمنا انت بتتكلم صح؟ ايوه يا عم بتكلم صح، مش المحامي قال زيه كده برضو؟ ايوه باشا، بس بيقولوا يعني القرار اللي ما يسيبش يدوش. سيبكم من الأفكار العبثية وخلينا نفكر بعقلانية ونعمل الصح. يا سيدي أنا وراك، قول لنا إيه الصح؟ من بكرة تستعذوا من الشيطان وبتروحوا بتصلحوا علاقتكم بالحج فواز. إيه؟ أنت بتقول إيه يا عم؟ أنا بقول الصح. روحوا بصوا على راسه وكأن شيئا لم يكن واعتذروني، وقولوا له عمر الدم ما يبقى ميا يا حاج. إيه اللي بتقوله يا عم الحاج؟ يلا يا عم شعبان، يلا يا عم كمان شغال حسابه، انا قلبي كان متضرب منك من الاول. عادوا انت وياه عادوا واسمعوني على ايه خير. طيب الكلام اللي انت بتقوله ده غريب قوي يا باشا. يعني ما غريب الا الشيطان يا شعبان، وهيدا الطريق الوحيد اللي ممكن توصلنا للحج فواز. بدك تكسب عدوك محلزت، خليك حوالي واعرف عنه كل شيء. وفي مثل عندكم بيقول أحسن مكان يستخبى فيه الحرامي اسم الشرطة يا إكسلانس. أنا عايز أعرفه بقى سكالانس، أنت هتستفاد إيه من ورا ده كله؟ أوعى تقول لي فعل خير، أوعى. إيه؟ إيه ضحكة الشطور؟ مش عارف. سبحان مغير الاحوال، هو انتوا يا تقعدوا فيه زي الكلاب يا تتمحلسوا زي القطط. الله، مش ده اللي انت عايزاه يا امه؟ ما هو كله في مصلحه اختكم، العداوه وحشه يا ولاد، وبعدين في الاخر هي اللي بتشيل الهم والبلا الازرق على جبتتها. ما تصدقوش قوي كده، الحركه اللي عاملينها دي وراها بلوى ولا مصيبه؟ ما تلم نفسك شويه يا ابني. يا عم اترك منه، ده بياكل بقى ما بيهيس، عايز عموله هيس. بقول لكم ايه، انا في الليله دي ما يهمنيش غير اختي انهار، ولو اي حاجه حصلت لها انا مش هسكت لكم. انت بتعتقد ايه ولا ايه؟ ما تمسكوا في بعض احسن، ما تعلوا صوتكم عشان تخلوا اللي ما يشتري يتفرج علينا. يا امي صدقيني ولادك بيدبروا الحاجه، شغلهم عند فواز ده اكيد في حاجه وراه. لا ده انت عيل قليل الادب وشكلك عايز تتربى. كده هو احنا لما قاعدين تقف لنا ولما نتصالح معاك تقف لنا زي الخازوق؟ الله، انت عايز ايه بالظبط؟ مش عايز حاجه ولا بقيت فاهم اي حاجه في البيت ده ولا طايقكم. الكل بيلعب على الحبل والكل بألف وش، انتوا ايه؟ كل يوم بحاله وكل يوم بمصيبه، ايه ده؟ يا سلام، وكمان ايه ده؟ انت عايز تتربى؟ مكانك يا سوقي. مش سامع هما بيقول ايه؟ مالكش دعوه بيه، اقعد انت كمل اكلك. ماليش نفس. ومن سمعك خايف على اختكم يا ولاد، ما انتوا كمان واجب عليكم تخافوا عليها. ان كان مروحكم في حكايه الصلح ده في مصلحه للبيت تروحوا. اما اذا كان الكلام اللي بيقوله ده صحيح وانتوا رايحين وناويين على نيه سودة، فانا بقى اللي هقف لكم، واقدم شبشب عندي هنزله على جبتاتكم. مش قالك بلاش سكه العنف؟ شيطان هتسوقي. طب لما اسخت بقى الدنيا كله شعبان. أيها الإخوة المسلمون، إن العلاقة الزوجية هي محل نقاش وجدال، إما طريق للسعادة بإذن الله، وإما طريق للشقاء والتعاسة والعياذ بالله. وفي درسنا اليوم نغوص ونتعمق في تلك العلاقة بحثاً عن سبل الحياة من أخطائها وسبل الوصول إلى صوابها. أقول لك يا شحات على الحريق. أيوه يا أهم حاجة عشان ربنا ينجيك من أذاهم تعمل إيه بقى؟ إيه؟ تشد من غير ما تقطع، وترخي من غير ما تسيب، لو قفلت باب افتح لك شراعه. بنت هنا حطيت لها كفته بره؟ ايوه يا حاج، ده خدت قبلينا كمان. ايوه يا حاج كانت وزمانها خلصت. كفته كفته صوابع يا حاج.
احنا كنا وقفنا حد فين؟ افتح لك شراعه. شوف العيال اللي واقفه عند المناظير. فاكر يا بورسي؟ شراعه ها؟ بورسي. الله بقى حاج بقى. بس مش نمشي. ايه يا شهاده؟ كان كبير البصاصين. غوي فرجه. ايوه يا حاج فاكر طبعا. غوي فرجه. تفتح لها شراعه ليه بقى يا بورسي؟ انا اقول لك. اه حاج. عشان ما تتخنقش فتفرط من ايدك. اما بقى لو عايزها ما تتنيلكش كلمه. كبرها قصاد الناس. اوعى تجيب سيره اي عيب فيها. اوعى. اما بقى لو عايزه تبقى تحت رجليك. ايوه هو ده الكلام. ايوه اما عبده حاطط له شيش طاووق. واخد شيش طاووق وزي الفل واكل. بس والنبي كمل يا حاج. عبده يا حاج انا هخرج من هنا اكله بقه بنفسي. بس كمل والنبي. بصش حد برده يا حاج. عشان بقى تخليها تحت رجليك حاسسها انك شايلها فوق دماغك من فوق على راسك. شايلها انا ساعتها هتعمل لك خدها مداس وتبقى في عينيها سيد كل الناس. الله يا حاج حلاوتك يا مدرسه. طب صدق يا حاج انا لو واحده ست اتمنى ابقى الرابعه في حريمه. الرابعه اللي تشد الرابعه حلوه. كفايه عليك اللي في البيت يا شحاته. اديني بحاول افك شفرتها لغايه دلوقتي مش عارف. لا يا راجل شفره ايه دي؟ عايزه فيروس يرميهولها على طول. بس من غير ما تعدينا. ها بورسي يوم حاج عايزك تجهز نفسك عشان هتطلع على مطروح ان شاء الله. مطروح ليه؟ خير يا حاج؟ خير باذن الله. في حته ارض عايز اديك ورقه بتفاصيلها. هتعرف لي كل حاجه عنها. بكام؟ منين؟ في عليها كلام؟ سالكة مش سالكة؟ ها؟ طبعا احنا مش عايزين الارض دي. احنا عايزين اللي جنبها. طبعا يا حاج. كسر فيها بقى براحتك. انت تؤمر يا حاج واحنا ننفذ. الامر لله والحمد لله. ايه خير يا حاج؟ اقعد اقعد يا شحاته. في ايه؟ انتوا هتشيلوني زنوب؟ ولا ناقص؟ لا كملوا اكل انتوا براحتكم كده هنا والشفا وانا هدخل اتوضى واغسل ايدي واقعد اقرا شويه قران على ما تخلصوا ونصلي جمع. ماشي 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 حاضر. انا نسيت اقول لكم اهم نصيحه. خير حاجة. اي ست في الدنيا اي ست بعد ما تعمل لك اكله كده من ايديها لازم تقول لها كلمتين حلوين. حتى لو هتاكل الاكل ده وتقوم ترجع في الحمام. ليه بس كده يا حاج؟ ما احنا كنا ماشيين حلو. لا مؤاخذة انا ما خدتش بالي. كملوا اكل. حاجة قالوا حاج. والنبي صحيح ياما اخواتي عايزين يتصلحوا على فواز. ده احسن خبر سمعته في حياتي. عشان تعرفي بس يا نهار ان اخواتك دايما سباقين بالخير. وهو كله عشان خاطر عيونك يا حبيبتي. انا مش قادره اصدق اللي بسمعه ده. يا بنتي دي المصارين في البطن بتتخانق وبعدين في الاخر الود هو اللي باقي. بقى جوزك مرضيش يأذي اخواتك نوم احنا برضو نعديه. ده احنا نبقى ولولات الاصل. اما قوم صح اللي نايم جوه ده. احنا في الاول في الاخر ولاد عمي وانت في بيت وحبيبتي. وبعدين اختي سكت المشاكل دي ملهاش اخر وكل بيطلع منها خسران. صدق بالله ان انا كنت جايه علشان جايه تتخانقي معانا. طبعا اكيد قالك على اللي حصل مننا في الشركه. ايوه وقال لي على اللي كنتوا عايزين تنيلوه. ساعد شيطان انهار. لكن على مين؟ انا صليت ركعتين وقضيت عليه الحمد لله. مين ده؟ الشيطان. يا ما كان نفسي يسمع الكلمتين الحلوين دول منكم. مين ده انهار؟ فواز. واحنا على اتم استعداد انهار. والنبي صحيح. طب انا عندي فكره. ايه؟ وبنتك صدقتهم؟ طب وانت ليه مش مصدقهم؟ عشان دي حكايه ما تخشش عقل عيل صغير. ودخلت عقلها. ايه ياما؟ دي حكايتك ياما. في ايه؟ بقول لك ولادك مش ناويين على خير. يا ابني ما تمخولنيش. انا مش ناقصاك. يعني ايه مش ناقصاك؟ انت مش خايف على بنتك؟ كده تعرف ان اختك بره وما تجيش تسلم عليا؟ مالك؟ مالكو؟ ما ملناش. سيبيني انا بالذات في حالي. مش هسيبك في حالك طول ما انت بالمنظر ده. ما هو مش معقول نبقى بنحل مشاكلنا وهنخلص من الهم اللي احنا عايشين فيه وتبقي بالشكل ده. ياما فواز طيب وعمره ما كان حق حد فيكم. مالوش لزوم الكلام ده دلوقتي.
انا المساله دي نسيتها خلاص. انا كل اللي هممني دلوقتي راحتك يا بنتي وسعادتك في بيتك، بس ما حدش يفتح لي في القديم خالص احسن انا تعبانه ومش ناقصه منهده وعندي غسيل. اقلع يا واد، اقلع اقلع يا واد. يما يا واد اقلع يا عم، بتقول لك ما تقلع ما تقلع يا واد اقلع. خلص يا ساتر. وانت مالك قافش ليه انت كمان؟ لو سمحت يا انهار سيبيني، انا كلامي لا هيقدم ولا هيأخر. يا واد لو في حاجه انت عارفها وانا معرفهاش نورني، ده انا اختك، ده انت اللي ليا هنا. متأمنيش لاخواتك يا انهار. يعني ايه؟ ولو ما امنتش لاخواتي هامن لمين؟ احنا في زمن المعجزات، ممكن اي حاجه تحصل انت ما تتخيلهاش. انت رايح معهم فين؟ انا اسف، عندي امر انكم ما تدخلوش. انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ انت منين يا ده؟ انت عارف انت بتكلم مين يا؟ طبعا عارف، وعشان كده مش هتدخله. لا ده انت بقى عليك عيل ادب، وانا اللي هخلي وشك في الشيرينيه. من فضلك احترم نفسك، لا تطلب لك البوليس. خلاص يا تسوقي ما يصحش كده، مش عايزين نعمل فضايح. انت مش سامعه سيادة عبيد بيقول ايه؟ هيطلب لنا البوليس. ما تعبوش نفسكم، مش هتدخلوا. انت اتهبلت يا واد؟ اتفضل خش قول له المدام. نعم؟ المدام. المدام؟ مين فيهم؟ ما تأخذنيش يا حاج ان انا جايه من غير ولا احم ولا دستور، بس الحكايه تستاهل. انهار؟ انت ايه اللي جايبك هنا؟ جايه لك في الخير، جايه لك علشان ارتاح واريحك. وانتوا ليكوا عين تيجوا هنا تاني؟ ما خلاص يا حاج المسامح كريم، وبعدين دول جايين علشان يحبوا على راسك ويتأسفوا لك. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مش مصدق مش كده؟ والله ولا انا كمان كنت مصدقه لحد ما سمعت بوداني ان هم عايزين يجوا لك لحد هنا ويتأسفوا لك على اللي حصل منهم. عجبت لك يا زمن، سبحان مغير الاحوال. عشان ما تظنش فينا السو، انا هقول لك على يدلك على صف نيتنا. من الاخر كده احنا جايين في الخير يا فواز، وعشان تعرف ان احنا جايين بنيه سليمه خلي بالك من حماك الجديد يا عم. كان عايز يضربك بينا قدامه عمره ما يبقى ميه، وانا وابن عمي على الغريب. سليم نشر حماك، وانت ليك جميل في رقبتنا. احنا مش هننسى انك انت ما رضيتش تبهدلنا في الموضوع. اياه هنعمل ايه؟ احنا اولاد عم، وابنك بيقول لنا خاله. سايقه عليك النبي ما تكسفني ولا تكسفهم. اكسفهم؟ تعالوا في حضني يا اولاد العم. حبيبي فواز حبيبي. سليم نشر تكرنت في وداني، لجبت لساني، شلت تفكيري، خلتني زي العين الخيبان اللي قاعد محتاس قدام ورقة الامتحان. كلمة ايه يا حاج؟ كلنا كبرنا، عايز نكون عشنا أكتر من لازم. ما تصعبهاش على نفسك أو كده يا حاج، أنت ما شاء الله لسه بصحتك وماشي على رجليك، والراجل مننا ما يبوش اللي جيبه. لا يا شهيد، الراجل اللي في سننا يعيبه حاجات كتير جدا، خصوصا بقى لو قل عقله ورمى نفسه في سبق ما هوش قده. انت بتقطمني ولا ايه يا حاج؟ اقطمك على ايه بس؟ انا يمكن اكون بفكر نفسي. بتفكر نفسك ليه؟ انا مش فاهم لك حاجه. ها؟ مش فاهم لك حاجه. انا كمان مش فاهم نفسي، انا مش عارف حاجه خالص. انا فجأة عجزت وبقيت كئيب، وكل شوية أقعد أحسس على تجاعيد وشي وأحسب سنين عمري. عشان كده أنا حتى بسامحك يا حاج. يا حاج ما تحدكهاش قوي كده. البنت اللي أنت كلمتني عنها لو أنت شاورت لها بصباعك
هتيجي تترمي تحت رجليك من قبل انت ما تطلب ايدها. هي الطول، هي الطول تتجوز واحد زيك، خصوصا بعد ما عرفت ان اهلها حالتهم واقعه حاله جيم. يا عم شهيد، ده انا عمري قد عمرها يجي ثلاث مرات واكتر كمان. ويعني ما انا اكبر من نعمه بكتير، ومع ذلك مبسوطه ومسطوره. هي البنت من دولم يهمها ايه غير راجل، راجل يضلل عليها ويسترها. وعندك قهوه مظبوط معايا؟ يعني اجمد قلبي وادوس في الليله دي؟ يا عم عيش لك يومين، ده العمر واحد. يومين ايه يا عم شهيد؟ يومين ايه؟ انت ناسي من كام يوم جيت قلت لي ايه؟ ده انت يوميها سويت الدنيا في وشي وانتهى وانتهى عليا. يعني جاي تردها لي دلوقتي وهي الدنيا ماشيه الا بكده؟ افهم من كده انت يعني استعدت نشاطك لغايه اللي هو؟ ما تقلقش انا هظبطك زي تمام. لا لا ابوس ايدك، ده انا مش خايف الا من دي. ليه؟ خايف من ايه؟ ان انا ابقى زيك ابو سميح. والله يا الهه صعبانه عليا قوي يا حاج، بتحاول تصلح من حال اخواتها بس مفيش فايده. دلوقتي بقت انهار صعبانة عليكي؟ لا اله الا الله، هما كده الدراير، هما كده زي الدنيا كل يوم بحال. انا؟ لا اسكيوز مي بقى يا فواز، بصراحة انت بتقول كلام غريب قوي. لا يا حبيبي لا، انا من يوم ما دخلت البيت ده وانا بحب كل اللي فيه نفر نفر، وبعتبرهم زي اهلي. ولعلمك بقى اكتر واحدة بحبها وليها معزة في قلبي هنا هي انهار، بحبها لله في الله كده. سبحان مغير الاحوال، قادر على كل شيء. حبيبي انا طيبه، بس انت اللي فاهمني غلط وظالمني دايما. انما ها طازه ليه كده النهارده؟ طازه انت لسه شفت حاجه؟ وحياتك عندي لا نسيك اسمك واسم واحده واحده في القرشانات اللي انت متجوزهم تحت، بما فيهم كمان البت البرانيه اللي ما فيهاش حاجه من بلدها دي. شكلك كده يا سميحه ناوي على ليا، ناوي عليها يا سميحه لليلادي. هنعيد امجاد شهر العسل يا عيون سميح. ايوه 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 ايوه. الله 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 يا سميحه يا عسل. انا قلقت ما لقيتكش جنبي، اتخضيت. انت من امتى بتشرب سجاير علي؟ خش نام يا حياة. انام ازاي يعني وانت عامل كده؟ مالك يا علي؟ قلقان. قلقان من ايه يا حبيبي؟ قولي وانا اشيل عنك. انا مش عاوز اشيلك الهم كمان. انت كده يعني طمنتني؟ ما انت قلقتني من ساعة ما قمت من جنبي وقعد قعدتك دي. بعدين انا ملاحظة كده ان بقالك كام يوم مش على بعض. في ايه يا علي؟ اتكلم، ما هو انا لازم افهم. بكرة لازم اعمل اللي اخوك قال لي عليه. فواز؟ قال لك ايه؟ مشيت ورا دماغه وسبت له نفسي. بس بيني وبينك حياة انا مرعوب قوي. مرعوب من ايه بس يا حبيبي؟ فهمني. بكره حياتي يوم صعب قوي، خايف خايف بدل ما اكشف لاد الكلب دول تطبل على دماغي. تقصد الناس اللي بيزنوا عليك؟ وفي غيرهم كلاب يا حياتي. ليه يا علي؟ ناوي تعمل ايه؟ Thank you.
معلش اول ما سالت على العنوان وصلت يعني. اتفضل استريح. الاستاذ محمد حسين اعتقد تعرفه كويس من صوره اللي عندك في الملف. اهلا وسهلا. اديني جيت لحد عندك متوتر يا استاذ علي. عايزين بقى نخلص من الحكايه دي. الاستاذ علي من اكفأ الموظفين، واعتقد يا باشا ان بقى له شغل معاك كتير قوي. وانا عينيا ليه، بس هو يخلصنا. جبت الفلوس؟ ملف معاك. اتفضل. وين الفلوس اهي؟ محدش يتحرك من مكانه. ايه ده؟ ماشي يا استاذ علي. احنا عملنا اللي انت عاوزه، فهمنا بقى ايه وراك تاني. انا بعرف انك شاطر وبتلقطع على الطاير، معقول كل هيدا وما فهمتوا شيء يا وادي؟ معلش يا باشا، اصل تفكيرنا انا وهو على قده يعني، خدنا على هادي. خصمك وخصمي واحد اللي هو فواز الصياد، وهو اللي اكل حقنا ولازم نرجع حقنا على الناشف. وانت مصدق ان فواز هيشربها على الناشف؟ فواز عقر ودماغه توزن بلد. احنا ثلاثة دماغنا بتوزن قارة بحالها. وبعدين ما تنسوا انكم ولاد عمه من لحمه ودمه، وبعدين هو بده تكونوا جنبه مش ضده. برضو ما فهمناش مكسبك انت فين يا عم الجن. اقول لكم انا بقى مكسب الجن فين؟ فواز العربية جاهزة يا حاج. ماشي يا شحاتة. اظن كده عدانا العيب وازح يا ابن عمي. ما تزعلوش مني يا اولاد عمي، انا ما احبش احكم عمياني، كان لازم اسمع واشوف بنفسي، دي الاصول. اديك يا عم سمعت بودانك وشفت بعينيك، اتاكدت من سلامه نيتنا فواز. الراجل كان هيدينا فلوس متلتله. والله كان جايب لنا مصالح لا ليها اول ولا اخر، ما تخليش الواحد يحتاج لحد. لا اله الا الله، معايا المكسب اكبر والمصالح اكتر وبما يرضي الله. ياه ازاي يعني؟ من بكرة الصبح إن شاء الله تطلعوا على الشركة تقابلوا مرسي وشحاتة، وهم هيفهموكوا تعملوا إيه. نعمل إيه في إيه؟ يا ابني اسمع الكلام وروح الأول، وإذا عجبك الكلام اعمله، ولو ما عجبناش هيبقى لينا كلام تاني يا تسوقي، هيبقى لينا كلام تاني يا حبيبي. إهدى بس، يلا أنا رايح الشركة، تيجي أوصلكوا؟ لا اتكل على الله، ربنا يستر طريقك. أنا رايح مشوار رفيع على واد شعبان. مشوار رفيع؟ أمال أنت رايح تعمل إيه؟ يلا بينا يا وسع يا عم توه، وسع وسع يا نهار ابيض، دمه خفيف يا ابن عمك ده يا اخي. يا اخيرا شميت نفس يا فندم. باللي انت عملته ده نجيت نفسك من فخ كان منصوب لك وكان محكوم على الاخر. فخ ايه يا فندم؟ جواب من مجهول بيقول انك هتاخد رشوه من ناس ليهم مصلحه، وكان محدد الميعاد والمكان، بس انت سبقت بقى وبلغت. يعني هما كانوا شفت بقى كانوا هيعملوا فيك ايه يا استاذ علي؟ الله، طب هيستفيدوا ايه؟ دول كانوا هيموتوا على اللعبه دي، دول ما صدقوش نفسهم يا فندم ان انا وافقت ان انا اقابلهم. طبعا كانوا بيرموهولك عشان يثبتوا عليك الرشوه وتروح في 60 داهيه. يا نهار اسود، طب كانوا هيكسبوا ايه من الحكايه دي؟ بيقولوا يخلصوا منك، واللي هيجي بعدك يمكن يكون اسهل، لكن انت طلعت اذكى منهم وقعتهم في الحفره اللي هم عملوها لك. لو ايه جبت صاحب المصلحه بنفسه. عملت كده ازاي يا استاذ علي؟ لا ما تقولش كده يا علي، انت جوز اختي يعني اخويا، وربنا العالم معزتك عندي قد ايه يا علي. واللي انت عملته معايا كله بياكد على كده يا حاج. لا يا عم انا ما عملتش حاجه يا عم، انت هتورطنا. انا اديتك النصيحه وبس. نصيحه ايه؟ ده انت اديتني سكينه كانوا ناس ماسكينها وسننها وحاطينها على رقبتي، وجبت لي رقبتهم تحت ايدي. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم لا سكينه ولا دياولو، انت بس اللي قلبك ابيض ونضيف ومحترم، عشان كده مالكش في السكك العوجه دي. ربنا يكرمك يا حاج. واضح ان انا عطلتك كتير، بس كان لازم اجي واتشكر لك بنفسي، وبقول ربنا يقدرني على رد جميلك اللي في رقبتي ده. الجميل ده انت بترده كل يوم طول ما انت صاين الامانه.
ومراعي ربنا في اختي. انا عارف انك صاين الامانه، وعارف انك بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تساعدها. انا عارف، بحس. ربنا يخليك لبعض، خليك ليا يا جوز اختي، خليك يا حاج. شفت بقى اخويا قلبه عليك ازاي؟ فواز ده دماغه توزن بلد، ابن سوق كده وفاهم تدابير والعيب الناس دي، وياما شاف من اللي زيهم، لكن دايما ربنا بينصره عشان قلبه طيب ونيته صافية. وهو نصرك انت كمان يا علي. عارفة حياة، اول ما عرفت اللي كانوا بيضببوهولي قلبي كان هيوقف. يا نهار اسود، يعني لو كنت سمعت كلامهم كنت رحت في 60 داهية. لا يا علي، اللي معاه ربنا عمره ما ينضم ابدا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ايه يا علي، هننسى كلام ربنا بقى ولا ايه؟ ونعم بالله يا حياة، بس ده كان كابوس. وهو انزح في داهية الحمد لله. الحمد لله. اقولك على حاجة يا حياة. قول يا علي. الكابوس مش في اللي كانوا عارضينه عليا، الكابوس كان فيا انا، اني اضعف وواقف. ولا عمري اصدقها حتى لو انت اللي قلتها. بس الشيطان اشطر مني ومنك يا حياه. الشيطان صور لي حاجات كتير قوي وشال من دماغي حاجات اكتر. اول حاجه صورها لي الشيطان ده وشك، كنت زعلانه مني عشان الفلوس مقصره معانا ولا حاجه. الحاجه التانيه انك تكوني طالبه مني حاجه وانا مش قادر عليها. تعرفي الشيطان صور لي حاجات غريبه كتير قوي، منها ان سمعت صوتك بكلام عمري ما سمعته قبل كده خالص، عن فلوس اخوكي وابوكي والعز اللي انت كنت عايشه فيه. يا كل ده طبق على صدري يا حياه، وطير النوم من عيني، وخلى دماغي تود وتجيب تود وتجيب. يا مفيش أضعف من البشر والبني آدم يا حياة. كل الكلام ده كنت حاسة بيه سامعاه يا علي من غير ما تقول، وده اللي كان واجعني قوي. تقول معقولة يا بت؟ معقولة علي فكر فيكي بالشكل ده؟ معقولة لسه لغاية دلوقتي معرفكيش؟ معقولة يا علي ما انتش فاهم ولا حاسس قد ايه انا بحبه؟ ايه؟ ايه؟ قلت ايه؟ ايه يا علي؟ تكلمي جاب ها؟ ايه يا علي الله؟ طب بقول لك ايه؟ طب انت مش ممكن ابدا في مرة اوعى تكملها يا علي، اوعى يا خراشي. نعم، انا لو عشت عمري كله اتمنى حد يحقق لي نفسي فيه، عمره ما هيجي ربع اللي عشته معاك يا علي. ده كل حاجة، كل حاجة انا اتمنيتها يا علي. علي انت الراجل الوحيد اللي يملى عيني في الدنيا دي. طب علي صوتك كده يا علي. الله، علي صوتك. سماعي الجدران والبيبان. علي صوتك. ايه يا علي، العيال تتسارع. ما تتسارع يا راجل. خليهم يصحوا وييجوا يهتفوا مع ابوهم هنا، نطلع مظاهره ونهتف بحياه الصياد. يا علي. ايه؟ ما يصحوا وييجوا يهتفوا معايا، فليعيش الصياد. ما مصحيوش ليه؟ فليعيش الصياد. هنعمل ازاي دلوقتي يا علي؟ لو ما صحيوه تعالي هنا. اصل الساعه بقت 8 وحضرتك هتطلب مني حاجه تاني النهارده؟ يا خبر، لا لا تقدري تروحي، معلش اخرناكي. لا عادي يا حاج، لو حضرتك قاعد انا ممكن اقعد، يعني مفيش مشكله. لا لا انا روحي انت يلا. عشان اذنك يا حاج. هنا. نعم. خلي عربيه من الشركه توصلك. تعيش يا حاج. Thank you.
عم محمود خلي حد مستوقيني اللي عندك يستناني. شكرا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هنا لحد دلوقتي ليه؟ اديني ماشي اهو خلاص. هو لسه جوه؟ بقاله ساعه قاعد لوحده، لا بيستقبل مكالمات ولا عايز يشوف حد. بس انا كده شاكه ان في حاجه مضايقاه. يبقى اللي قاله مرسي صح. وهو مرسي قال يا شحاته. تاني يا هناء تاني، انا مش قلت لك خليكي في حالك؟ عامله زي القراده اللي حاطه بالخره في كل حاجه. انا قراده يا شحاته؟ يا ستي قراده حلوه. انا مش قصدي، بس قصدي استغفر الله العظيم بقى. يلا يلا نخش نشوف ماله. انت مش كنت مستعجله دلوقتي؟ ما تتكلي على الله. يلا يا ست اسمعي الكلام بقى، هتبقي انت واللي في البيت عليه. يلا يا شحاته. حاضر. مالكم اتسمرتوا كده ليه؟ ادخلوا. اصل مش عودك يا حاج يعني تفضل لحد دلوقتي. طيب يا اخي يبقى من حق اعملها مره من نفسي. مالك يا حاج؟ انت حكايه ولاد عمك وحماك دي ضايقتك ولا ايه؟ مش عارف يا زكي، ساعه ما رجعت وانا مش طايق نفسي ودماغي مشغوله قوي. ما انا قلت لك يا حاج، قلت لك ان الراجل ده سكته مش عدله وكلها مطبات. اسكت يا شحاته، انا الراجل ده مش فارق معايا اصلا. امال في ايه يا حاج؟ برضو امال في ايه يا حاج؟ بنته، بنته يا زكي، بنته اللي في بيتي دي. لا حول ولا قوه الا بالله، اعمل معاها ايه؟ طب وهي ذنبها ايه بس يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. ما هو ده اللي محيرني، خايف اشيلها ذنب ابوها وابقى ظلمتها، وفي نفس الوقت خايف اقول ملهاش دعوه وابقى ظلمت نفسي في الاخر. دي في الاخر دي بنته، بنته يا زكي، والمثل بيقول العرق يمد لسابع جد. وقلب القدر على فمها تتع البت لامها. ايه؟ اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. الله يفتح عليك يا زكي، الله يفتح عليك. ممكن تسكت بقى يا شحاته عشان انا مش طايق نفسي؟ حاضر يا حاج. لا بالشكل ده مش هتعرف تفكر يا حاج، انت لازم ترتاح علشان تعرف تفكر على رواقه. انت اللي علمتنا كده يا مدرسه. احنا نروح للحاج منعم المحل ونسهر معاه القهوه، يمكن مزاجك يتظبط. يا ابن اسكت، بقول لك اسكت. الحاج منعم لسه مسويني بكلمتين دلوقتي. لا اله الا الله، تقول لي اروح له؟ يبقى الصومعه شله زمان تفضفض باللي في قلبك وترمي ورا ظهرك. يا ريت يا حاج. أول ما عيني بصولي فتنولي عليه وقالولي، أول ما عيني بصولي فتنولي عليه وقالولي، إزاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي. ده اول ما عدي بصولي فتنوا لي علي وقالولي، اول ما عدي بصولي فتنوا لي علي وقالولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي، ازاي بعد ما فرحني بيفرح في عزولي. لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعده ابدا، لا اقدر على بعده ابدا ولا احبش بعد وابك. يا ما ناديته وترجيته، يا ما ناديته يخرب بيته، انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. الله 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 يا شحاته، ايه الحلاوه دي؟ فوقتنا والله. الله يخليك. حاجه غريبه جدا. فعلا فوقتنا بجد. امال فين صفوت يحيى في الشغل النهارده؟ وصفوت ابنه تعبان شويه. تعبان ازاي يعني؟ تعبان زي كل يوم، محد فاهم حاجه.
ايه يا عم زكي، انت هتتزاك عليا ولا ايه؟ الكيف مناوله مش مقاوله. هات انت عمال بتتطفص فيه من الصبح، ما حدش كلمك. جت عليا سيبني بقى اوزن الطاسه. طاسه يا ابني، خفوا بقى من الهباب اللي انتوا بتتعطوه ده. اذا ما كنتوش خايفين على صحتكم خافوا من ربنا. والله طول الوقت بنصحها يا حاج، بس هو انا مش عايز يبطل. بطل انت هتفوقني يا زكي من الحجرين اللي انا شاربهم؟ بقول لك ايه، استغفر الله العظيم يا رب. خدوا بالكم ما تعملوش زي الناس اللي والعياذ بالله نسوا الله فانساهم انفسهم. خلي بالك يا زكي من الحكايه دي. حاضر، احنا مع ربنا. خليك انت في حالك. انت اتقبلت يا ابني ولا ايه؟ بقول لك ايه، بقول لك الكلمتين دول لنفسه. عامل لي فيها ورع قوي، وعامل لي بنته زريبه، وجايب لي فيها اربع نسوان، ولا شرع الله. لم نفسك بدل ما يجي يقص لسانك الزفر ده. يقص مين يالا؟ يا ساتر يا رب. طب طمني عليك. ماشي، لا انا ماليش نصيب بقى اشوفك النهارده. ولو عاوزت حاجه صفا تقول لي. ماشي يا حبيبي، سلام عليكم. اكتر حاجه توجع القلب وجع العيال، ربنا يشفيهوله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا همشي، سلام عليكم. ما بدري يا حاج. كلام صفوت عن ابنك يا ابني قوي. ما انت اللي داخل من الاول وشفتك نسيتك. ربنا يلطف فيك. يلا بينا يا شحاته. يلا بينا يا حاج. مع السلامه يا عم شحاته. ده ايه يا ابني؟ انت عبيط ولا اتجننت؟ ولا احتمال ولا جايز ولا ممكن ولا اكيد، مش هتفرق. محدش فاهم حاجه. انت فاهم حاجه؟ ياه ده الصنف ده باينه شديد قوي. هات عنك عنك. خد يا زكي. وعندهم الدليل بس كده. بقى نقف عند الكلمه دي بقى. اسكيوز مي بقى، هو بقى يا اختي ليه ما طردهاش طرده الكلبه هي واهلها؟ دخلت الحاجه عليها مش مريحاني، مبسوط رايق مش متنكد، في زباله. لا يا اختي مش زباله والله، ده كان طالع على فوق يعني اكيد كان هيبات عند واحده فينا. يا عبيطه يا عبيطه، ما هي بردك مش سهله البت سوسه، خدته كده على مشامه اول ما دخل راحت مصطدمه ومطلعاه على فوق بدل ما يدخل عند واحده فينا. يا عبيطه يلا يا خايبه، ما احنا كنا لازم نسمع اللي بيقولوه عشان نفهم هو بيفكر في ايه. اسمع الله، سهله دي قوي. اتفضلوا معايا، يلا بينا نتصنف على الباب. يلا اتفضل. لا يا اختي، حض الله بيني وبين التصنيف، خلاص كفايه اللي حصل ده. ايوه يا خايبه، بس احنا لازم نعرف عشان نفهم. استني استني. مين؟ انا زينب يا ستي. عايزه يا بنتي يا زينب حاجه مهمه. دخليها. خش يا اختي، انت لسه هتتقلقي في ايه؟ انت عايزه احكي لكم على اللي سمعته. ما تطلعي ساعتها ليه؟ ماما قالت لي شو صار مع البابا. في اشياء كتير لازم تعرفها حتى تكون رايحة الضمير اتجاهك.
ايش يا زي ايه بقى؟ البابا طلب من الماما انه تخليني اتجسس عليك، كل شيء اعرفه عن شغلك ابقى بلغه اياه. وانت قلت لها ايه؟ طب رايك شو قلت لها؟ انت حبيتيني بجد ولا انت حكايتك بالظبط؟ بالاول كنت فرصه لالي مثل حيالة بنت، حيالة بنت عندها احلام كثير وحابه تحققها، فجاه طلع الانسان اللي بيقدر يحقق لها كل شيء قدامها، فتركت خطيبي. كنت بتحبيه؟ لو كنت بحبه ما كنت تركته لو معك كنوز الدنيا كلها. الحب بيعمل اشياء غريبه بالبني ادم، شي بحياتي ما عرفته ولا صدقته غير من فتره قصيره. كلامك الليله دي غريبه قوي، مش قادر افهمه غير كل كلامك اللي قبل كده. انت نفسك حاسك كانك واحده تانية؟ ايه اللي بيحصل؟ ما بعرف، انا نفسي ما بعرف شو بني فواز. انا مني انسانه بشعه تركت خطيبه كرمال الاغنى منه، حتى لو المصاري كتير مهمه عند حيا لحدا، بس الست بالذات لما بتحب عن جد بتنسى كل شي قدام لحظه سعاده مع اللي بتحبه. اسمعي يا مايا، كل اللي بيني وبين ابوك انتهى ومش هينفع يكون في حياتي تاني، وانت قدامك الاختيار، يا تعيشي معايا وتنسيه يا تروحي معاه وتنسيني. كرمال كل لحظة حلوة عشتها أنا وياك، كرمال كل لحظة حب عشتها أنا وياك فواز، آخر كلمة بقول لك إياها، طلقنا يا فواز. لا تخانق معي ولا بهدلني ولا حتى جيب سيرتكم بشي عاطل. كل اللي عمله انه خيرني بينكم وبينه، وكانت النتيجة انه طلقني. نفس اليوم يا فواز؟ نفس اليوم؟ يبقى هو هيك قصد يدمرني ويبهدل عائلتي؟ اي يوم؟ شو بتقصد يا بابا؟ احكي يا سليم، انت من ساعة ما رجعت من برا وانت مانك عباضة، حتى من قبل ماي ما تيجي وتعرف مصيبتها. يا جماعة، البنك حجز على كل مصرياتي، وبيروت اعلنوا افلاسي. شو فلست؟ فرصة العمر ضاعت، والسبب ابن هالكلب. فواز ما اذاك بشي، انت الكي بدك تبيعه للناس ببيروت. على فكرة فواز عارف كل شي، عارف اللعبة من أولها لآخرها، هو اللي قال لي على هالحكي. قلت لك إنه ما نسكت؟ قصدك مش عبيط يا ماما، نحن اللي تمعنا وهينا هلأ عم ندفع الثمن. حما تصلك صلاة، أمي ولا من قلقتي، أمي! أنا أصلاً ما بقى طايقة العيشة هون، أنا رايحة على بيروت، بركي برتاح منكن. يلا، وأنت كمان هتسافري معها، والشقة هيدي راح بيعها عشان اعمل من مصرياتها مشروعي. بدك تبيع البيت اللي لا منا؟ شو بدك ياني عقبه للنسوان؟ انا لازم اشتغل مشان حل كل المصايب اللي فوق راسي. تعا معنا هوني، ما بدك تتركك لحالك. فاتيه فهميني، فواز الصياد فلستني بهدلني طلع بنتي، فهمي لازم اقعد له هون وخلص كل مشاكلي معه، وبعدين شوف مين فينا حيضحك في النهاية. الشيك ده هتوصله لبيت سليم لشر، هتسلمه المايا. مايا يا زكي، مش أم مايا ولا أبو مايا، مايا في إيديه. حاضر يا حاج، فهمت. بس إيه ده، أنت خلاص؟ ما تنساش تمضيها على الوصل. وصل؟ طب لو سألوني ده بتاع إيه أرد أقول لهم إيه؟ كل حقوق اللي ليها عندي خلاص. انا مش عايز الحكايه دي اي ديول، عايزها تخلص خالص. اوامرك يا حاج. وتخلص وتجيلي على محل ابويا، عايزين نقعد مع بعض نتفق ونخلص حوار الدفيلي ده. صحيح، الموديلات الجديده جهزت ومستنيه بس انك تختار انهي منها اللي هيتعرض. البركه. ماشي، يبقى احنا نطلع على ابويا ناخده ونطلع على المصنع.
وخلي مرسي يسبقنا على هناك، مش حتى ما يخلص مع اولاد عمي يبقى يحصلها. طيب ده واجب الشغل وفهمناه، واجب الصحوبيه بقى. ده واجب الصحوبيه ما اقعدش. عايز فلوس؟ لا فلوس ايه؟ خيرك مغرقنا يا حاج. انا عايز اسالك سؤال واحد. سؤال ايه؟ انت حبيتها ولا ايه؟ انت فاكرني يا عم زكي؟ ما عنديش مشاعر يعني ولا حاسس. مفيش واحدة اتجوزتها الا لما اكون حسيت بيها. اي واحدة اتجوزتها لازم اكون حسيت بيها بالحب معايا. هتقولي معقولة ما تحب الاربعة وحسيت بالاربعة؟ معقولة؟ ايوه بحب الاربعة، ربنا يبارك لي فيهم يا رب، وبحس بالاربعة. الراجل يقدر يحب اربعة، مش كل راجل يروح يحب الاربعة يعني ولا ايه؟ مش كده يعني، بس الراجل يقدر يحب اربعة لو عايز يقدر. ما كانش ربنا قال له اتجوز اربعة وخلى الراجل يتجوز اربعة؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ هي بس هزتني يا زكي، هزتني بكلامها وقعدت تعيط، وانا دموع الستات دي بتهزني يا زكي. سبحان الله، بتبقى زي ما ربنا خلقها على طبيعتها، ضعيفه، ودي احلى حاجه فيها، دي احلى حاجه فيها. في طبعا بتقول لك لا انا ما ينش ضعفي قدام الرجل، ما ينش دموعي. عبيطه، لان كل ما هي زاد ضعفها قدامه كل ما هو حس برجولته ومسؤوليته ناحيتها. تخيل هو الاحساس عنده هو بيجي من عندها هي. بس هم ما فهموش كده، مش كلهم طبعا. الحمد لله. يلا يا زكي راحت لحالها، راحت لحالها. مدرسة علي النعمة، مدرسة. السلام ورحمه الله وبركاته. هل هلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ انا الحمد لله بنعمه، الحمد لله والشكر لله. يا عم الغيبه الطويله دي كلها. معلش يا حاج والنعمه، كنت مشغوله شويه الفتره اللي فاتت، بعد ما انت عارف الدنيا تلاه. ربنا يغنيكي بحلوها ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج، والنبي يسلم في امك. والنعمه كنت محتاجه الدعوه دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعيلك دعوه زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبه. حاضر، عنايا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزه اشربين كده بس يكونوا حلوين يعني، يستحملوا معايا شويه الفتره. كل بضاعه المحل تحت امري، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرنا يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلت وانت سمعت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. طب روح لاقي بقى كل اللي يعجبك. بس انا عايزه حاجه تتحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين. قول لي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفعهم، ولا عايزني اسيبهم اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا لا انا ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%. مبروك عليك يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلي هلالك شهر مبارك وحلو. ازيك يا حاج عامل ايه؟ انا الحمد لله بنعمة، الحمد لله والشكر لله. يا عم الغيبة الطويلة دي كلها. معلش يا حاجة ونعم، كنت مشغولة شوية الفترة اللي فاتت، بعدين ما انت عارف الدنيا تلاهي. ربنا يغنيك بحلوة ويكفيكي شر مرها. الله يخليك يا حاج، والنبي يسلم فمك، والنعمة كنت محتاجة الدعوة دي جدا. خلاص ليك عليها، كل ما جينا هنا هدعيلك دعوة زيها. بس انت بتقولي ما تطوليش الغيبة. حاضر انا الاثنين. بقول لك والنبي يا حاج، كنت عايزة اشربين كده بس يكونوا حلوين يعني، يستحملوا معايا شوية الفترة. كل بضاعة المحل تحت امرك، كل اللي انت محتاجاه. ولا امرنا يا حاج. احلى طقم طلع عندك بسرعه من عيني. لا مش ناويين نكمل كلامنا ولا ايه؟ ما انا اللي عندي قلته وانت سمعت. بس اللي عندنا انت لسه ما سمعتهوش. احلى طرح يا حاج. طب روح لاقي بقى كل اللي هجيبه. بس انا عايزه حاجه تتحمل معايا شويه، مش عايزه حاجه اي كلام. لا ما تقوليش كده اي كلام، ده ايه؟ احنا كل القماش بتاعنا بتاع بلده. دول حلوين، قولي بقى بكام دول يا حاج؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ليه كده هتخليني ازعل منك؟ انت جاي تشميني في محل اكل عيشي. اديك قلت اهو، محل اكل عيشك، يعني انا مش همشي من هنا غير لما ادفعك وادفع ثمن الحاجه اللي انا خدتها. يا ستي ثمنهم واصل. لا ما وصلش، وانا مش همشي غير لما ادفع. ولا عايزني اسيبهم؟ اسيبهم. طب استني بس، انت مالك حاميه قوي كده ليه؟ يا ساتر يا ساتر. لا 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 ما احبش كده، ما احبش كده. خلاص تعالى يا ابني حاسب الست واعمل لها خصم 90%. ايه؟ 99%. السلام عليكم. السلام. خلي بالك قلب المحل، خلي بالك. انت مالك حتبص لي يعني ايه؟ ده هيفصلني. بس بس بس. ايه بتجري كده ليه؟ بقول لك ايه، قول يا حاج. انت عارفه انت يلزمك ايه عشان ترتاحي؟ يا سلام يا حاج، الراحه مش مكتوبه للي زينا يا حاج. انت مكتوب لك تقعدي وتستتتي وتتخدمي كمان. كلنا خدامين لقمة العيش يا حاج. سلام. استني بس، انا مش فاهم انت حاميه قوي كده ليه؟ الله الله الله، الراجل ربنا خلقه عشان لقمه العيش، والست عشان تاكلها. انت يلزمك راجل يصونك ويخاف عليكي ويحافظ عليكي ويشيل عنك الهم ده كله. يا حاج، هو في حد يكره الحلال؟ بس بعيد عنك بقى، رجاله اليومين دول ما بقاش ليهم غير في حاجتين بس، الكلام والبصبصه وكوبايتين حلا بس على كورنيش النيل، ودي بقى مش سكتي خالص. طب يا ست خلاص انتهت والقناة، بلاش الحلا بس، هنخليهم كوزين دورة. ولا اقول ايوه كده اضحكي، ايوه كده. طيب لو لقيت الراجل اللي رايد الحلال تفتحي له الباب؟ يا سلام، هو في حد يقف في وش القسمة؟ بس ده لو القسمة هي اللي جابته الباب هيتفتح لوحده. يلا سلام عليكم. مع السلامة. ألف مليون سلامة يا حبيبي أبو سميحة. تعالوا خشوا اتفضلوا، ما تخافوش مش هخطفكم. يا عم تخطف مين؟ أنت تعرف تخطف نملة؟ خير يا عم مش حاتم؟ بصوا بقى يا اساتذه، الحاج فواز طلب منا اجيبكم هنا عشان تشوفوا المخازن وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. احنا مخازن؟ مخازن يعني ايه؟ مخازن زي الناس، مخازن محتاجه امن ومحتاجه جرد ومحتاجه اداره، وتبقوا انتوا المسؤولين عنها. بس احنا لسه ما اتفقناش معاه عشان نشتغل معاه ولا لا؟ والله الاوامر دي اللي جاتني ان ابلغكم بكلامه، وبعدين انتوا احرار مع بعض، انتوا ولاد عم وماليش اتدخل بينكم. مش معنى يعني المخازن عايزنا نشتغل فيها. ما بالراحه يا عم تسوقي، الشغلانه دي محتاجه يكون ناس بيثق فيها، واظن مفيش اعرف منكم ليه تحافظ على فلوسه. طب وشغلنا؟ شغلنا دي حاجه تظبطوها بينكم وبين بعض، ظبطوها انتوا مع بعض، انتوا حرين. ايه رايك يا عم النجم؟ يا عم انا مش عارف افكر. بقول لك ايه يا شحات؟ نعم. ايه الكرافات الرخمه دي؟ وانت مالك يا تسوقي؟ ده انت رخم قوي. يكيفك يا شحاته، ده دمه خفيف. انا شايف ان احنا نعرض الموديلات دي. اشمعنى دول يعني؟ انت عندك حاجات احلى واغلى. القصه مش قصه اغلى يا عمنا، لا. انا عايز الموديل اللي عارضه ينفع لاي واحده من اي مستوى، من اي دوله، باي لهجه، باي حاجه. المهم ما يبقاش محلي، ما يبقاش بس المصري يعني.
انا خليت البت هناك تدور لي على النت وجابت لي موديلات من الدول اللي مشاركه معانا من عرض بس بحاجات تانية، ووصلت للنتيجه دي. يا ابني ليه يا حاج؟ دي فكره ذكيه جدا. ما تخافش عليك يا ابن الصياد، ابن الوز عوام. يا وز انت يا عتقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي حياتي، طمني. كله تمام يا حاج، انا خدتهم ورحت واتكلمت معاهم زي ما قلت لي بالنص. وهم قالوا لك ايه؟ هم اتاخدوا شويه واتخضوا شويه وفي الاخر سكتوا. دول ولاد عمك مش كده؟ هم يا حاج هم. يعني قعدت اخد ودي مع نفسي كده، قلت ممكن الشغل يقربنا لبعض. واشمعنى بقى حكايه المخازن دي؟ خدتها من على لساني يا عم الحاج. هم كمان سألوا نفس السؤال. يعني شغلانه ما امنش عليها حد برانا، وانت مشغول يا حاج في المحلات والطلبيات. هو ده الكلام انا قلت لهم يا حاج. مش ده اللي في دماغك يا ابن منعم؟ بابا انت بقيت خطر قوي يا حاج، خطر قوي يا وز. انت كمان بقيت ابن سوق قوي يا حاج، ابن سوق قوي يا ابن الوز. حلاوتك يا بابا، حلاوتك يا بابا. أنا كنت جاي أتكلم مع ستك. جرايه يا سعاد، حرام عليك يا سعاد، انا بني ادم من لحم ودم، بشقى طول النهار عشان ارجع بيتي الاقي لقمه سخنه، نومه مرتاحه، ارجع الاقيكي عامله لي حصان في الاوضه. جرايه يا شحاته، هو انت كل ما حد بيجي لي من الاهل تعمل شويتين دول؟ ايه؟ عايز افضل لوحدي زي قرد قطع في البيت، اكلم الحيطان ولا اتسايم على العفش؟ هم بيجوا عشان حاسين بيا وبيهون عليا من اللي انا شايفاه. شايفه ايه ان شاء الله؟ ما انت عايشه عيشه ملوكي، لا بيت بتنضفي ولا عيل بيزعجك. بقى كده يا شحاته؟ بتعيرني؟ ربنا يسامحك. اعيرك ايه يا هبله؟ انت نسيتي لما الدكتور قال ان محدش فينا فيه عيب؟ انت ايه حافظه مش فاهمه؟ اه صحيح. طب يلا يلا قوم اقعد معانا. لا خش انت، انا هنا. طيب لو جعت يعني يبقى اتصرف عشان الاكل خلص. لا ما تعمليش هم يا سعاد، انا لو جعت هاكل في نفسي. سميحة، انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ مستنياك يا حبيبي، قلت يمكن تعوز حاجة. انت تؤمر وانا عليا الطاعة. يا منجي من المهالك يا رب. يخسر عليك يا فواز، بقى انا عامله لك كل ده ومستنياك عشان ارضيك وانت تقول كده؟ هو كل ده مش عاجبك يا حبيبي؟ لا عاجبني طبعا يا حبيبتي، عاجبني قوي. فواز اشتقت لك حياتي، ليك الواو بوس الواو خلي الواو يفتح. شفت الواو بوس الواو خلاص الواو بح. عملت لك عشا يا حياتي، فتوش وتبوله وعرايس، قلت اكيد هتيجي من الشغل تعبان. وفي انهار في يا عيون انهار. انا عايزك تسيب نفسك خالص النهارده، واللي نفسك فيه تشاور عليه، وفي غمضه عين هيكون قدامك.
نستر يا اللي بتستر. مالك يا حياتي؟ ده احنا حريمك وحلالك اللي ربنا قسم لك بيه. ربنا يكفينا شر المستخبي. ما هو اصل ربنا لما يبقى راضي عن حد بيحبب فيه خلقه. وانت بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، حبايبك كتير قوي يا حاج، واحنا الليله دي سهرانين عشان خاطر عيونك. حتى انت يا هدى انضميت للحزب. حزب؟ حزب ايه بس يا روح هدى؟ احنا الليله دي متعهدين اننا نريح قلبك ونبسطك، ولو عايزنا نشيلك جوه عيوننا هنشيلك يا حاج. انت يا هدى؟ انت؟ ده انا بتكسف ابوسك يا هدى. وتتكسف ليه بس يا روح هدى؟ خد راحتك، ده انت جوزي وحلالي وربنا محللي معاك كل حاجه. ترتر يا هدى؟ حط في وشك ترتر؟ لا اله الا الله. لا انا لازم افهم بقى القصه دي، ولا دي حفله عشان طلقت الرابعه؟ اسم الله عليك، هو ده. حلوه منك، حلوه منك. قطعت نفسي. شفت انا بجيب فيك جون يا بابا؟ يا سلام، طب ما انا جايب فيك جونين. لا جون واحد والتاني انا سديته. انت تعمل لي فيها بوسكاس بقى بتاع برشلونه. خلاص محترف يعني. ماشي يا عم، تعالى منى، عايز اقول لك حاجه. قال انت هات صحيح ما بيدوكوش دين في المدرسه؟ ساعات ميس العربي بتدينا شويه كده. ساعات؟ استغفر الله العظيم يا رب، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب والله لو اوريهم عالم ظلم اعوذ بالله. يا حاج اعوذ بالله. حاج بس انا ابوكوا يعني. اهو اهو ابوك اهو. اهو الحاج اهو اهو. لقيت الحاجات دي في اوضه الراحله، اعمل بيهم ايه؟ اه حطيهم في شنطه كده لحد ما نوديهم لها. حاضر. على مهلك على مهلك على مهلك. بابا هي ماما اللي كانت عايشه معانا هنا فين؟ ماما اللي عايشه معانا فين؟ الله يخرب عالك، انت مالكش غير ماما واحده، ماما انهار وبس. ماما سميحه، ماما هدى وماما. بس 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 ايه؟ انت معايا ولا معاهم؟ مالها؟ ماليش السيره دي خالص. بس ليه زمايلي عندهم ماما واحده بس؟ حتى الميس اتضايقته يطلع عليهم كده. انت ليك ماما واحده، باباك لازم يكون متجوز واحده. حرام، الميس دي مش فاهمه حاجه. ماما لو كانوا بيدرسوكوا دين في المدرسه كانوا عرفوا الحلال من الحرام. ابوكوا، تعالوا يا اولاد قربوا، تعالوا. ابوكوا والحمد لله ما بيعملش اي حاجه حرام. الجواز ده، قومي يا حبيبتي العالي مع اخواتك هناك، ده كلام رجاله، كلام صبيان. روح قرب يا مدام. الجواز ده شرع ربنا حلله للرجال، يعني الراجل يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه، ده حلال ربنا. ما ينفعش بقى يجي بني ادم يحرم اللي حلله ربنا. صح؟ صح. فاهمين؟ بسم الله ما شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازيك يا حاج فواز؟ اهلا وسهلا، مؤاخذه ما بنسلمش. اتفضل. الحقيقه انا من زمان وانا نفسي اتعرف بحضرتك، تحب تشرب ايه؟ لا ملوش لزوم، انا راجل عامل يا حضره المديره، وجاي اسال حضرتك سؤال واحد وعايز اجابه بما يرضي الله. اتفضل يا حاج. هل انا كولي امر قصرت يوم في حقوقكم كولي امر للعيال هنا في المدرسه؟ الحقيقه لا ما حصلش، بس حضرتك بتقول كده ليه يعني؟ يعني حقكم بيوصل لكم اول باول بما يرضي الله، بيوصل ولا ما بيوصلش؟ الله، انا مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه. عايز اقول ان اللي بيدي لازم ياخد، والمفروض المدرسة هنا تنور بصيرة العيال مش تضللهم. تضللهم؟ يعني ايه تضللهم؟ لما مدرسة عندك هنا
تحرم اللي حلله ربنا في عيون ولادنا تبقى لازم تتحاكم. تتحاكم؟ انا الحقيقه مش فاهمه حضرتك عايز تقول ايه بالظبط. يا ريت حضرتك تبعتي تجيب المدرسه الميس بتاعه العربي اللي بتدي ابني منعم. انا جيت يا حضره المديره من غير ما حضرتك تكلميني. ميس فاطمه؟ هي ايه الحكايه بالظبط يا ميس فاطمه؟ ابن سعادتك جالي وحكالي على الحوار اللي حصل بينكم، ولما عرفت ان حضرتك مشرفنا قلت اكيد جاي عشان تكلمني في الموضوع ده، وديني جيت. بقى ما بتدوش الواد دين وبتحرفه في شرع ربنا وبتضللوا العيال ومش عايزين اجيلك. شرع ربنا محدش يقدر يحرف فيه يا استاذ. امال الكلام اللي بتقوليه للواد منعم ده اسمه ايه؟ تفسير. تفسير؟ اجتهاد. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا ادانا عقل يا حضرت عشان نفكر بيه وعشان نوصل لاعلى مكانة، وبالعقل ده ميزنا عن بقية الكائنات. صحيح ربنا حلل الجواز من 4 بس حط شروط ووصف، وفي الاخر قال ولن تعدلوا. مش معقول المرأة اللي ربنا كرمها في كتبه يجي العبد ويهينها ويستعملها ويحولها لمجرد مسكن لرغباته باسم الشرع. ده كل اللي انا قلته. لو حضرتك بقى شايف ان الكلام ده فيه تضليل اعمل اللي حضرتك تشوفه. عن اذنكم. ايه اللي بتقوله ده يا حاج؟ اللي سمعته يا زكي. ايوه بس دي حاجه غريبه قوي. مستحيله يعني يا مرسي؟ بعد اذن قطع كلامك يا حاج مفيش حاجه مستحيله ما دام فلوسها جاهزه. الله يفتح عليك. قول له قول له مفيش حاجه مستحيله. ايوه بس الموضوع ده محتاج تصاريح ومواويل، فاضيين احنا بقى كل اسبوع مشروع يا حاج. فيها يا زكي؟ ما يحسد المال لاصحابه، ده رزق وجاي لنا يا ابني. قول يا زكي الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. لا اله الا الله. الحمد لله. الحمد لله على كل شيء. عايزك تعمل لي دراسة شاملة بكل حاجة. عايز في أقرب وقت أبقى صاحب أكبر مدرسة مهمة في مصر. مدرسة؟ فهمتني يا زكي؟ عايز أختار مدرسينها واحد واحد وواحدة واحدة. ناقصين إحنا بقى كمان المدرسين يجوا يبوظوا لنا دماغة العيال. مش كفاية علينا أمهاتهم؟ أنا مش فاهمة ما بنجيبش جنايني ليه بدل هدة الحيل اللي احنا فيها دي؟ انت اتهبلت يا بت؟ عايزة الحاج يدخل علينا رجالة؟ يا اختي مش هنعرف ناخد راحتنا خالص. يا اختي تويكسي، ده كل ولاد الزواج عندهم جنايني وغفير وبواب وسفراجي وطباخ. الله، ده انت عايزة تقلبي لي البيت مركز شباب بقى. لو ايه يا سميحة؟ عملت ايه يا اختي في حكاية المربية دي؟ ولا حد عبرني. يلا يا كدابة، تلاقي الشويتين بتوعك دول ما دخلوش على الحاج وقال لك اضربي دماغك في الحيط. انا كدابه يا انهار؟ ايوه وديني لطحك. ماشي يا انهار ماشي، انا فايتها لك. امشي انا بالطريق. طب حظي صبري يا اختي. خليه يغزها. هي مال سميحه مهتميه قوي بالحكايه دي. هي كده طول عمرها محدثه يا محدثه. بقول لك يا انهار، احنا يا اختي لحد دلوقتي ما عرفناش للحاج اي خروجه ولا فتحنا معاه الموضوع ده. لا ما انا خلاص لقيت لي سكه هنعرف منها كل حاجه. بسم الله ما شاء الله عليكي. سكه ايه يا اختي؟ يلا يا بت من يلا يا بت يا هبل. يلا يا هبلة. حظي يا اختي. يا سلام، ده انت تأمريني امر يا بنت اخويا. بس افهم الاول هو فيه ايه؟ الله، وانت بتشتكي من فواز ولا حاجه؟ حاضر يا ستي حاضر. خلاص غدايا عندك النهارده، عاوزك بقى تعملي لي اكله من ايدك الحلوه دي. ماشي؟ عينيا الاثنين يا نهار. الف مليون سلام. مع السلامه. بالراحه يا ابني انت، هو عند الله بالراحه. في على مهلك. هات ابوك اي دلوقتي اول باول. شغال اهو حاج. ماشي. صباح الخير يا عمي. عمرو اهلا. عمورك ابن اخويا حبيبي. ازيك يا عمرو؟ يا تصدق يا ابني والله ما انا مصدق ان انت هنا في المحل. معلش يا عم انا عارف والله اللي انا مقصر، بس انت عارف بقى المذاكره وجع الدماغ اللي الواحد فيه. ان شاء الله ناجح ومن الاوائل كمان ان شاء الله. وديتك علي شاور على اي حاجه نفسك فيها هتبقى عندك في غمضة عين. انا مش عايز ايه ده يا عم. انا عاوز ايه؟ عاوز ايه انت مكسوف؟ عايز اشتغل يا عم. اشتغل مذاكرتك والجامعه يا ابني. اذا محتاج حاجه قول لي. يا عمي مش مساله محتاج، انا يعني انا عايز اشتغل وما تقلقش. يعني الشغل ده مش هياثر على مذاكرتي، انا اصلا بفكر افتح مشروع جوه الجامعه.
وجامعة ليه يا ابني؟ جامعة ليه؟ ما تشتغل مع اخواتك، ما هم كمان بيشتغلوا عند اخوك فواز. يا عمي انا مش عايز اشتغل معاهم، انت عارف. انت بتتخانق معاه ولا يكونوا زعلانين؟ مش مسألة زعل ولا حاجة، بس يعني بص يا عمي خليني مع نفسي احسن، انا حابب اشتغل في شغلانة كده وابتديها واحدة واحدة لغاية ما اعمل نفسي. صدق يا عمر، انت الوحيد في اخواتك اللي فيك عيب صياد، الباقي كلهم فالصو براني، انما انت مننا وزينا. عشان كده يا عمر انا هقف وراك في اي حاجه نفسك تعملها، طول ما انت ماشي بمرور الله ربنا يا ابني هيحقق لك كل احلامك ان شاء الله. على خيرة الله وانا بضاعتي حضرة. تمام يا حاج، لازم بقى تختار اللي هيعرضوا هدومك. ستات يعني؟ لا لا لا، حض الله. حض الله ايه يا حاج؟ احنا بنتكلم في عرض ازياء، عرض ازياء يعني لازم يكون فيه موديلز عشان تعرض المنتجات بتاعتك. ما ينفعش نعرضها على شماعات. شماعات؟ شماعات ايه يا حاج؟ عرض ازياء تعرض فيه هدومك على شماعات؟ احنا بنتكلم عرض ازياء كبير، في مصممين من دول العالم هيحضروا، في ناس تقيله هتحضر. تقول لي شماعات يا حاج؟ خلاص دي مش بالي حكايه ان الستات تتمشى وتتغندر والجو ده قدامنا والعيون تبقى مبحلاها قد كده، واشيل انا بقى الذنوب دي كلها؟ ده الواحد بيتشعبط في رضا ربنا، تقوم تشيلني ذنوب يا عم حنفي؟ ذنوب ايه بس يا حاج؟ هو احنا لا سمح الله هنعرض مايوهات ولا هدوم عريانه؟ ده كله عبايات وطرح ولبس محجبات. ويمكن واحدة مش محجبة يعجبها لبس المحجبة فتشتريه ونكسب يا حاج؟ نكسب ثوابها، ثوابها يا حنفي. حنفي عايزك زي ما بتفكر دايما في مكسب الدنيا، فكر في مكسب الآخرة. مش هتبذل مجهود، لأن مكسب الآخرة ده ربنا يبارك لك في ثواب الدنيا ومكسب الدنيا فيتضاعف، تخيل. بس دي فكرة حلوة. تمام. قلت ايه؟ طالما بما يرضي الله على البركه. ايوه يا حاج. لا هو لسه ما وصلش، انا كلمته اكتر من مره على تليفونه وكان بيدي جرس وبعد كده الموبايل اتقفل. حاضر حاضر، كن راح فين بس ده يا ربي. ايوه يا شحاته، بقول لك ايه، ما شفتش الاستاذ زكي؟ بقول لك ايه يا هناء، انا مش فاضيلك، انا عندي شغل. ثانيه واحده، انت عمنته انا عايزك تشيل كل الدبابيس اللي في العبايات دي، مش عايز الاقي دبوس ولا الاقي ورقه محشيه ولا في ناس هتلبسه وتقيسه، فهمني طبعا. ايوه يا هناء، متضايق ازاي يعني؟ ايه تلاقيه متخانق في البيت ولا حاجه، ولا اصطبح بوش مراته بهدين الاصطباحه اللي تقلب الشحنه. تمام كده يا استاذ شحاته؟ تمام تمام. عيني هناء، انا تعورت هناء. ازيك هناء؟ اخيرا يا استاذ زكي، خلاص الشحاته وصل اهو. انت فين كل ده يا استاذ زكي؟ انا قلب عليك الدنيا ومش عايزك يعني تقفل موبايلك. معلش اصله فصل مني شحن من كتر التليفونات اللي عملتها النهارده. هو في حاجه ولا ايه؟ الحاج جوه معربي بتاع الدفيليه وعايزك ضروري. بقول لك ايه، انت شكلك كده متضايق، في ايه؟ لا موضوع كده ما تحطيش في دماغك. نورت يا حنفي. ربنا يخليك يا حاج. نورت وزي ما اتفقنا. حاضر يا حاج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، حفظ الله. انت بتقول ايه وما كلمتنيش ليه؟ ما انا عارف انك مشغول يا حاج. مشغول ايه؟ هو في حاجه اهم من كده يا زكي؟ انت بتهزر، انت غلطان يا زكي غلطان. كان لازم تقول لي اول ما تعرف حاجه زي كده، مش تروح تختفي وكمان ما تردش على تليفونك. والله كلمت له ناس كتير عشان نلاقي مستشفى كويسه وتكون مهاوده بالسعر، وانت عارف بقى صفوه الظروف يعني بتاعته، يا دوب على قد. لا حول ولا قوه الا بالله، ما تفرش دم يا زكي، يلا بينا. على فين يا حاج؟ على فين ده؟ ايه على صفوه؟ ولا فاكرني هسيبه في ظرف زي ده؟ ايوه بس انت عندك مواعيد كتير قوي يا حاج. مفيش حاجه اهم من اللي هنعملها دي دلوقتي. اسمع إيه؟ جيب معاك فلوس من الخزنه، يلا. اوامرك يا حاج. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا عيني عليك يا ابني، خلاص
عاملين رباطيه عليه وعاوزين تحوطوه؟ ده انتوا ناقص تعملوا له حظر التجول. والله يا ابو الحاج يعني لو كنا ممكن نعمل كده كنا عملنا. والله يا ابو الحاج يعني احنا كل همنا انه يلتفت لبيته وعياله لينا وينسى بقى حكايه الجواز دي. حتى انت كمان يا هدى؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا 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 يا ابو الحاج اوعى تفهمني غلط، انا بس كل خوفي. يا بنتي حقك جوزك وعاوزه تحافظي عليه، حقك. ايوه يا ابو الحاج يعني انت هتساعدنا ولا ايه؟ امال فين الضلع التالت بتاع العصابه؟ عصابه؟ ما تتخضوش انا بهزر يا ولاد. يا ابو الحاج خليك معايا وقول لي هتساعدنا ولا ايه؟ ايوه هساعدكم، على الاقل اضحك عليه شويه. والله يا ابو الحاج احنا كل اللي عايزين نعرفه هو بيخرج يروح فين؟ مع مين؟ ومفيش مانع يعني لو خرجنا معاه وورانا الدنيا. ايوه صحيح، وبدل ما احنا قاعدين هنا في البيت وهو عمال بره يشوف كتير. والله يا ابني ده غلبان، والله غلبان. لا بيسهر ولا بيروح اي حته. يا حلاوه. ايه ده ايه ده؟ امال اللي بيتجوزهم دول بيطلعوا له فين؟ في البخت؟ في ايه؟ الله انا شرفني، علم عندك مجايز بيتكعبل فيهم. طب ايه رايكم ان الجوازه الاخيره دي شافها في المطار وهو راجع من العمر؟ نصيب بقى. يعني ايه يا ابو الحاج؟ يعني مش هنعرف نخرج معاه زي اي ست متجوزه بتخرج مع جوزها؟ طيب انا عندي فكره. ايه ايه يا ابو الحاج؟ ايه؟ انتوا مش عاوزين تلبدوله وتخلوه ما يبصش بره، خصوصا في الاماكن اللي فيها ستات؟ هو ده بس اللي احنا عايزينه. حس كده انا هدلكوا على السكه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تعالى فواز، تعبت نفسك ليه بس يا حبيبي؟ السلام عليكم يا مدام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمني عليه. الحمد لله، بس الولد تعبان قوي يا فواز، الحكاية كل مدى بتزيد. صفر ما تقولش كده، ده ربنا مفيش أحن منه في الدنيا، ده اختبار من ربنا يا مدام. هو كده ربنا ما بيحب عبد بيبتليه، وانا قلبي حاسس انه ان شاء الله هيقوم منها زي الفل. ان شاء الله ان شاء الله. هما قالوا لكم هيعملوا ايه؟ ادينا مستنيين نتيجه التحاليل ونعرف بعد كده هنعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله خير، ربنا مفيش اكبر منه يا صفوت صدقني. وانا حاسس انه هيقوم منها ويبقى زي الفل. اهو بدا يفتح عينيه، اهو فتح عينيه على وشي. بسم الله ما شاء الله. انت كويس يا بطل؟ الحمد لله كويس يا عم. بسم الله ما شاء الله، شوف ضحكته زي البدر اهي ما شاء الله. انا عايزك شويه يا صفو، تعالى بعد اذنك يا مدام. تعالى يا فوز. قول الحمد لله. الحمد لله. ايه الاخبار؟ نام ولا لسه تعبان؟ نام وصحي وضحك ولعب معايا كمان. ما قالوش نتيجه التحليل امتى؟ على اخر النهار كده ان شاء الله. تمام يا حاج، خلصت كل اللي قلت عليه. الحمد لله. هو ايه ده اللي تمام؟ مالكش دعوة انت بقى، انت مالك؟ انت كل المطلوب منك دلوقتي تقعد جنب ابنك تهننه وتطبطب عليه وتخف عن امه، خفف عنها شوية. ها؟ اه. في الظروف اللي زي دي الراجل لازم يبقى زي عمود الخيمة، صالب طوله ومضلل على الكل. ما ينفعش بقى تنخ كده من اولها ولا ايه؟ مظبوط يا حاج. انا خايف عليه قوي يا جماعة، ما شفتوش كان عامل ازاي؟ شوية سخن وشوية بيترعش، ما بقتش عارف اعمل ايه. كل العيال كده يا صفوت، كل العيال بتاعي. صفوة دي اسمع كلام فواز واجمد شوية. عشان ابنك وعشان مراتك وعشان نفسه. الله، ما هو لما بقاش كويس مش هيعرف يشيل. ما دي الضريبة يا اخوانا، ضريبة الأبوة. ولا انتوا فاكرين بقى كلمة بابا اللي بتجننا دي ببلاش كده؟ ربنا معاك. الحمد لله يا رب. ايه ده؟ كفاية يا حياتي، على كده هتكني. كل يا حبيبي واهدم بألف هنا، مطرح ما يسري. انت شقيان وتعبان ولازم لك غذاء. بس انتوا كده مش بتغذيني، انتوا بتضغطيني وكانك هتذبحيني على ايه. اللي انت بتقوله ده بس يا علي، هو احنا لينا حس من غيرك؟ وبعدين يا اخويا كله من خيرك. ربنا يخليك ليا يا حياتي. ويخليك لينا يا علي يا رب. كل يا نهى، كل يا حبيبتي. بس انت شكلك كده بتحرجني على حاجه، عايزه تقولي لي حاجه، عايزه تطلبي حاجه.
اطلبي، انا عينيا. تسلم عينيك يا علي، انا بس نفسي تسمعني بالراحه كده من غير زعل. مش قلت لك الدلع ده اخره حاجه؟ جرى ايه يا علي؟ ما انا بدلعك يا اخويا على طول. طب انا عاوز اقول لك على حاجه بقى، لو اللي انت عايزه تكلميني فيه له علاقه بالشغل يا ريت ما نتكلمش فيه اصلا. ليه يا علي؟ ليه؟ هو الشغل عيب؟ مش عيب، بس لما ابقى مقصر في حاجه بنزل اشتغل. مش حكايه مقصر ولا ناقصني حاجه، انا محتاجه اشتغل، حاسه ان الحكايه دي هتفرق معايا قوي. يعني انت عاجبك شكلي اللي بقى زي الخدامين ده؟ يا علي نفسي احس اني بعمل حاجه مفيده. وهي تربيتك لعيالك حاجه مش مفيده؟ ستات كتيره بتشتغل وبتربي عيالها عادي يعني، وبعدين انا معايا شهاده يعني ممكن اشتغل في اي حته. يا حياه انا مش عايزك تتبهدلي في الشوارع. يا علي ولا بهدله ولا حاجه والله. طب بقول لك ايه بقى، يا ريت تقفلي على السيره دي دلوقتي وسيبيني اخش اي شويه عشان عندي مشاوير بالليل كتير. اقول لك ايه بقى يا علي، انا زهقت ومش قادره استحمل الحبسه اللي انا فيها دي، ممكن اكلم بابا او فوزي يساعدوني. حلو قوي، اديك قلتي فوزي اخوكي، روحي قولي له بقى واللي يقول لك عليه بتعالي قولي له عليه، بس والنبي عشان خاطري سيبيني قايل شويه عشان مشاوير بالليل. ما تاكلي يا نور، كلي يا حبيبتي، وانا لازم اكلك بايدي؟ لا 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 لا، الحاج فواز مش ممكن يعمل كده ابدا. يا بنتي يا هبله، هو انت مش كنتي قاعده معانا وهو الحاج بيقول بعظمه لسانه؟ بس تصدقي هي برضك فكره حلوه قوي، واحده يا اختي كده من هنا تروح كده على سنجة 10 وهي نفشه ريشها. ريشه ده اللي يتنفش ده على اساس انك فاهمه بيعملوا ايه في البتاع ده ولا ايه؟ اه طبعا، امال انت فاكره ايه؟ عارفاه طبعا، ده اسمه ديفيلي. الديفيلي ده اللي هو عرض الازياء، اللي هو النسوان تبقى لابسه كده وقاعده تتفرج على البنات رايحه جايه كده بالازياء بتاعتها، تقوم انت كده قاعده بقلاطه ولما يعجبك حاجه تشاوري عليها بردك بقلاطه. وانت يا بنت انت عرفتي الحاجات دي منين؟ طبعا من التلفزيون. ليه؟ هو انت فاكراني جهله زيكو؟ لمي نفسك يا سميح. الله، الحق عليا اني بنوركوا يا انهار، شكلك شبشبي وحشك يا سميح. لا يا حبيبتي، لا انا هسكت لك بردك المره دي. انا عايزاكي ما تسكتي. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يا جماعه ده وقته؟ استغفر الله العظيم يا رب. لا طبعا مش وقته، شيطان ودخل علينا فجأة. لا إله إلا الله، حقك عليا يا حبيبتي ما تزعليش. وانت ما تاخديش على خاطرك مني يا روحي. بقولك ايه، ما تجيبي بوسة. انا مش عارفة ايه البرود اللي انتوا فيه ده. يا اختي اسم الله، وانت اشمعنى يا اختي المرة دي مش عليناها؟ بقى الحاج فواز، الحاج فواز اللي ما بيسيبش فرض وبيستور بيت ربنا كده ويملس على بابه، يعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده؟ يعمل ايه يا بت؟ انت مالك على طول مقفورة لنا كل حاجه كده؟ مش عارف ايه المشكله، ده شغل عادي يعني. عادي ايه بس؟ الحاج فواز هيجيب بنات ويمشيها كده قدام الناس وتتقصع بهدومه؟ يا بنت تتقصع ليه؟ دول هيلبسوا العبايات والطرح. ولو الحاج برضه ما يعملش كده، ولو فكر لازم نوقف له ونفهمه انه كده ماشي في سكه حرام. حرمة عليك عشتك يا بعيدة ان شاء الله. صدقي يا بنت يا هدى ان انتي فقرية، انتي يا بنت عايزاه يرمي علينا يمين الطلاق كلنا في طلعة واحدة؟ سيبك من البنت الهبلة اللي قاعدة جنبك دي وركزي معايا وقوليلي البتاع ده بيلبسوا له ايه. لا 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 لا، انا مش رايحة المكان ده خالص. خلاص يا حبيبتي اتركني على جنب بعيالك وهتقعدي مع العيال كلها بقى مرة واحدة، خلي الكبار يتكلموا. الله عليكي وعلى مزاجك. قوليلي يا عيني هتلبسي ايه؟ مش عارفة يا اخي،